الحلقة وزير الإعلام الأسبق السيد سامي النصف، مساك الله بالخير أبو عبد اللطيف، شكرا لتلبية هذه الدعوة. الخبير في التيارات السياسية الكويتية الدكتور عبد الرزاق شاجح، حياك الله يا دكتور، شكرا لتلبية هذه الدعوة. عضو مجلس الأمة السيد صالح عاشور، مساك الله بالخير أبو مهدي، شكرا لتلبية هذه الدعوة. والعضو في مجلس 2000 في مجلس فبراير 2012 سيد رياض العدساني، حياك الله أبو محمد، شكرا لتلبية هذه الدعوة. والمحور الأول سينطلق بعد فاصل قصير. عاد لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير سؤالي أو المحور الأول، سندخل في مقارنة بين المجلسين السابق والحالي، ولكن يعني أنا ودي أبدي مع أبو مهدي عن حادثة يعني كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تصدرت الصحف اليومية عن مشادة كانت بينك وبين النائب خالد الشليمي عن إجازة المولد النبوي، فإذا حاب أن تقول لنا عن تفاصيلها، وإذا ما تبي هذا حقق نقدر ندخل في المحور بشكل مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. الحادثة مو غريبة طبعا، تم نقلها بالتلفزيون، وبعض بلطيف كونه كان كنا نناقش موضوع الكويتية وخصخصتها وقانون كان حاضر الجلسة. كالعادة يعني غدا يعني كان يوم الخميس في الجلسة، والحكومة رسميا بمناسبة المولد النبوي في عطلة عامة بالكويت، وجرت العادة الوسائل الإعلام الرسمي وكذلك وزارة الأوقاف تحتفل في المناسبات الدينية، فقمنا نبارك للأمة الإسلامية بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لا أكثر ولا أقل يعني، ولا دخلنا في الموضوع، على طول دخلنا في قضية الكويتية. النائب الفاضل طبعا خالد الشليمي في مداخلته يعني كان وده ممكن يقول وجهة نظره، ولكن دخل أن هذه القضية بدعة غير موجودة، وبالتالي يجب أن لا يعني تثار في هذه الطريقة تحت قبة البرلمان. فكان الاعتراض أن إذا عندك وجهة نظر تقدر تقولها، وضد الاحتفال بمولد النبوي، واحنا عندنا وجهة نظر اخرى، وهذا حق يعني في كل قضية من القضايا، ولكن الطريقة ان هذه بدعة وان هذا الدين انت ما تعلمنا الدين في هذا الاسلوب في هذا الاطار في هذه الطريقة، انا اعتقد ما كانت مقبولة. ولذلك كان اعتراضنا يعني من خلال طلب من الرئاسة ان تشطب الحوار او القضية اللي دار فيه، بحيث ان نبين كأن هي قضية خلينا نقول خلاف شرعي اكثر من ما هو شيء واقع، احنا باركنا للأمة الإسلامية. فأنا كان وجهة نظري من الأساس مفروض هالقضية لا تثار بهذا الأسلوب، لأن مناسبة لا خلاف عليه، خصوصا الدولة ما أعطتنا عطلة رسمية. نعم ماشي، ندخل في الموضوع. ندخل الموضوع. مقارنة، أنت عضو في مجلس فبراير وعضو في مجلس ديسمبر، والمفروض أن معزة المجلسين عندك يكونون واحدة، فما أدري الآن يعني إحنا متوقعين مقارنة حيادية يعني موضوعية للتجربتين اللي أنت مريت فيهم في 2012، تكلمنا عن التجربة. حقيقة يعني أول شيء خلينا نقول كمدخل الموضوع، أحد أهداف الديمقراطية أو الديمقراطية في نهايتها إنسان شنو ينشد من الديمقراطية؟ مشاركة شعبية وثم استقرار سياسي، بحيث أن هذا الاستقرار السياسي من خلال أداء الأمة ومن خلال الديمقراطية نصل إلى أهداف كبرى الكل راسم لها، سواء من خطة حكومية أو خلال توجهات مجلس الأمة. ولكن أن الديمقراطية ومجلس الأمة وانتخابات تخلق لك حالة من عدم التوازن السياسي، تخلق لك حالة من عدم الاستقرار السياسي، تخلق لك جو يعني غير متفق عليه. فبالتالي أنا أعتقد هذه أول ملاحظة على مجلس 2012، إن كنا نعيش في جو عدم استقرار سياسي سواء تحت قبة البرلمان أو في العلاقة ما بين المجلس والحكومة. الشيء الثاني، المشكلة في مجلس 2012 إن مجموعة من الأعضاء كانت عندهم أجندة خاصة يتفق عليه خارج المجلس وينعكس داخل المجلس، وبالتالي كان كثير من الاجتماعات والقرارات تؤخذ خارج المجلس
داخل المجلس كانت تطبق، وهذا بحد ذاته مخالفة للدستور، يعني مادة 90 أنا أعتقد مادة 90 أن أي اجتماع أو أي قرارات مثل هذا الشأن يؤخذ خارج قبة البرلمان أو خارج اجتماعات الرسمية أصلا يعني لا يعترف فيها. ولكن هذه الحقيقة كانت واضحة أن سواء في انتخابات يعني مكتب المجلس الرئيس ونائب الرئيس والمقرر وكذلك أمين السر، في انتخابات اللجان، انتخابات الشعب البرلمانية، كلها تقريبا اتخذ قرارها خارج المجلس وداخل المجلس أتى فقط للتمرير من خلال وجود يعني أصوات كافية لها. الشيء الآخر يعني أعتقد كان هناك، إن صح التعبير أنا ما أدري، هل إرهاب الأغلبية خلينا نقول، زين، بحيث أن الأغلبية في كل دول العالم يفترض تكون هي أغلبية حكومية، أغلبية تتعاون مع الحكومة لوضع خطة حكومية وبالتالي تطبيقها، ولكن أغلبية ومعارضة هذه يعني ما تصير يعني هذا من خلينا نقول أبجديات العرس. أبجدياته، فأغلبية ومعارضة، فبالتالي وضعوا الحكومة تحت رحمتهم، تحت رحمة الأغلبية. يعني في أي وقت من الأوقات أي وزير يعني اختلف وياهم أو ما يبونه، أو حتى الحكومة برمته، ليش أقول أي وزير، ما يتفاهمون مع هذه الأغلبية أو ما يتطابق وجهات نظرهم، فممكن الحكومة وكذلك الوزير ينتهي سياسيا من خلال استجواب أو طرح ثقة أو عدم التعاون. فهذا أنا أعتقد يعني كذلك كانت سلبية كبيرة. الشيء الآخر أنا أعتقد الأغلبية السابقة ومجلس 2012 ما كان عنده خلينا نقول تعاون مع الطرف الآخر، مع الأقلية المجلس. عدم التعاون مع الأقلية بالمجلس وين يعني نشوفها؟ نشوفها في مثلا انتخابات مكتب المجلس، نشوفها في انتخابات اللجان، نشوفها في يعني كذلك الشعب البرلماني. حجم الإنجاز، حجم الإنجاز يعني في مقارنة بالأشهر الأولى، حجم الإنجاز يعني إذا نبي نقيمه هو ما استمر المجلس عشان نعطي تقييم موضوعي حقيقي، فترة قصيرة ولكن في إنجاز، كان عدد لا بأس من القوانين، ولكن الإنجاز جزء منه لا يسجل فقط يعني المجلس 2012، لأن مشاريع القوانين واقتراحات القوانين كانت تقاريرها معدة من مجلس 2009. زين، فكثير من الاقتراحات ومن القوانين تم إنجازها، التقارير كانت موجودة على جدول الأعمال، مثل ما هو الآن يعني الإنجازات خلينا نقول للمجلس 2012 بعد المرسوم الصوت الواحد، هي إنجازات إذا يعني إذا بنحسبها، ولكن جت من خلال مراسيم يعني ضرورة أصدرها يعني الحكومة من خلال صاحب السمو. ف المجلس السابق نفس الشيء، فالإنجاز لا يسجل فقط ل 2012 أو للأغلبية بحد ذاته، مسجل للمجلس ككل. وجزء منها، وهذا هو العمل الصحيح، كل مجلس مفروض يكون امتداد لمجلس ما سبق، وبالتالي استفاد من تقارير من وجود مجلس سابق معد لكثير من هذه القوانين. نعم، واضحة هذه النقطة. أبدأ مع الأستاذ رياض العدساني. يعني واضح كلام أبو مهدي، كنا نعيش في جو عدم الاستقرار في مجلس فبراير، كثير من الأعضاء لهم أجندات خارج المجلس، يجتمعون في الدواوين ويون يطبقونها كفرض على البرلمان. كتلة الأغلبية ما كانت يعني تعترف بالأقلية، ما يصير في كتلة الأغلبية تكون معارضة، وإلى آخره من الأمور اللي ناقشها. أنت كعضو في برلمان فبراير وكمراقب لي برلمان ديسمبر، كيف هي يعني الوجهة بالنسبة لديك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة وعسى الله يوفقنا جميعا في خدمة الكويت. وأنا بكون صادق بكل الأمور، كنت عضو في مجلس المبطل في 2012 وما كان عندي أي خلافات سابقة، فالأمور كلها كانت واضحة بالنسبة لي. أنا بأخذها واحدة واحدة. الاجتماعات الخارجية كانت الأغلبية تجتمع وأنا اعترضت على هذا الشيء، وأيضا المجلس الحالي اجتمع اجتماعات خارجية، فمعنات الخطأ متكرر. المجلس المبطل 2012 لجنة الخارجية
ولجنة المالية ولجنة الميزانيات كلهم رؤسائهم خارج كتلة الأغلبية، فمعناته أيضا أعطوا فرصة إلى الأقليات. إذا بأخذ الناحية الأخرى، خلينا نقول المجلس 2012 الحالي خلال أول شهرين إحنا شفنا كثير من التناقضات. اليوم هم رشحوا السمع والطاعة إلى سمو الأمير، هذا الشعار اللي رفعته، ولكن الكلام الأخ الفاضل نواف الفزيع كان واضح. الأمير الله يطول بعمره لما قر الصوت الواحد، أقر حقوق المرأة السياسية. وشون أقرها؟ أقرها يوم شرى شواربكم ولا حياكم، وأنتم تعلمون بهذا الأمر لا تزايدون علينا ولا تتهموننا. طيب كلها مربوطة مع بعض، هي فقرتها أقل من دقيقة. المرأة اليوم تراكضون عليها، يا ما يا مكانها إلا من فضل رب العالمين وصاحب السمو. أما البعض منكم صوت بخشم الدينار، اليوم تتكلمون عن نقب بيضة. لم يتم رفع الحصانة بعدد، اليوم 49 ما بين نواب وحكومة، 36 واحد يمتنعون عن رفع الحصانة. يعني أنا ما أستوعب يكون محامي يقول هذا الكلام الخطير وما يرفع الحصانة عن نفسه. ما حد يشكك بالقضاء. وأنا قابلته في الوطن مناظرة مع الأخ العزيز نواف الفزيع، وذكر خوش جملة إن قضاء الكويت نزيه، وأنا أتفق معه. لماذا لم يتم رفع الحصانة وسمو الأمير هو أمير البلاد وأب الجميع ويذهب إلى القضاء، والقضاء يا أما يبرأ يا أما يدينه، ولكن أنا أحط حاجب وما يتم رفع الحصانة، والمشكلة محامين وهم اللي ما رفعوا الحصانة. فهذه نقطة، هذه نقطة رئيسية ومصيبة. يعني لما تكون بهذا التطاول، وذكر خلنا نربطها الأمير عسى الله يطول بعمره، يقول أنا ما أقصد الأمير الحالي، الله يطول عمره تقال حق الشخص العايش، عسى الله يطول عمره فعلا صج، وربطها لما قر الصوت الواحد، فمعناته مربوطة مع بعض. إذا ما كان يقصد الأمير الحالي فأيضا الأمير السابق واللي قبله أيضا ذات مصونة، ولكن هذا الكلام ما يقوله في المجلس، يقوله في القضاء. النقطة الثانية أخوي أبو عاشور، يعني ما شفت منك إلا كل خير وكل طيب كمعاملة يعني، ولكن لازم أقول الصج، أنت تقدمت في استجواب إلى رئيس الوزراء، إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بخمس محاور. المحور الأول كان تهاون الحكومة والقصور في قضية الإيداعات والمماطلة في تطبيق القانون والبنوك المحلية والتحويلات الخارجية والبدون وضربهم وعدم تقديم برنامج عمل. كان لك تصريح سابق أيام الشيخ ناصر المحمد، وقلت أن الاستجواب غير دستوري وقدمته إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، هذا حقك. وذكرت أن أنا راح أعطيه مهلة 6 أشهر، اليوم طافت 6 أشهر، ليش ما قدمت استجوابك مرة أخرى لسمو رئيس الوزراء؟ بالإضافة أنت ما أمهلت رئيس الوزراء شهر واحد، اليوم أنت أمهلت أكثر من شهرين وما تعالج شيء. البدون القضية الحين موجودة، قضية الداعة تم حفظها في النيابة، الحوالات الخارجية ما حد يدري شو اللي صار عليها، تطبيق القانون الحكومة الحين ما طبق القانون. أروح على النقطة اللي أهم من هذا كله، لما أشوف أحد النواب أيضا كان مستضاف الوطن النائب المحترم التميمي يجب ضرب عنق من يتعرض إلى أمير البلاد، وهو نفسه ما يرفع الحصانة عن شخص تعرض إلى مسند الإمارة. أصدق منه؟ أصدق الأقوال ولا أصدق الأفعال؟ ترى ثق بالله الكل يقدر يحل كل مشاكل العالم بتصريح أو بمقال، ولكن اليوم فعل، نبي فعل وليس أقوال. سمعنا كلام جيد، كلام ممتاز، ولكن أين تطبيق القانون؟ المجلس الماضي المبطل اذكروا الأقلية أن قطر وهجومها للكويت وتدفع مبالغ. احنا نقول الكويت خط أحمر، والكويت هي أغلى من الكل، أغلى منا جميعا، ولكن إذا ماكو شيء على قطر فقطر أيضا دولة شقيقة، ليش ما فتحتوا لجنة وتثبتون فعلا قطر قاعد تدخل بالكويت وقاعد تضخ أموال أو لا؟ شهرين ما تم تشكيل هذه اللجنة، ومن ضمن برنامج الانتخابي تدخلات خارجية على الكويت. أين هذه اللجان؟ تم تأجيل جميع اللجان التحقيق، منها قضية الإيداعات ما بدوا في مجلس 2009، قالوا راح نبدي في مجلس 2008، ما هي قضية في 2009، المفروض تبدي، أنا لكل أمانة تبدي في مجلسنا 2012 و2009 و2008 وترجع يعني. فلكل أمانة أنا أشوف كثير من التناقضات، إذا بقارن القوانين فرق كبير. يعني إذا إحنا بنقر القوانين
قانون ثلاث مدن طبية في مجلس المبطل، قانون كسر الاحتكار شرع في سنة 2007 ولكن أقر في مجلس 2012 المبطل، محفظة الطالب اللي هي البعثات الخارجية 50 مليون دينار كويتي، تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أيضا ترى تقدمنا بتاريخ 15/6 كان على جدول الأعمال اللي هي مكافحة الفساد، حماية المبلغ، تعارض المصالح، كل هذه تقدمنا فيها في هيئة النزاهة مشمولة ولكن أقرت في مرسوم ضرورة. للأسف المجلس الحالي يعني شفنا الحكومة لكل أمانة يعني ما احترمت عقول الناس، تقدم مشروع الحكومة حديقة حيوان كبرى مليون متر مربع، مليون متر مربع معناته أكبر من منطقة الفيحة، معناته إذا بيت 400 متر 2500 منزل 2500 عائلة. أروح على النقطة الثانية، قدموا قانون القمز واللمس، ما حد يقبل الإساءة على سمو الأمير ولا نقبل الإساءة على أي شخص، وكان هذا القانون يدش في النوايا. ما تقدر أنت اليوم تقول والله فلان يقصد فلان إلا بقانون رسمي، يعني ما مو قمز ولمس. والأمير ذاته مصونة في المادة 54 من الدستور. أروح على النقطة الثانية، المجلس 2012 قالوا إحنا ما راح نمدد الحبس الاحتياطي، ممتاز، راح إحنا نلتزم في قانون المجلس المبطل، تم تشريع قانون تمديد الحبس الاحتياطي. فكثير من التناقضات. دائما أنا أقول اليوم قول وفعل، ولكن ما حصل في مجلس 2012 للأسف. ماشي، واضح هذه النقطة. أبو عبد اللطيف أنت سمعت الرأيين، يمكن ركز في حديثه، ما يخالف أبو مهدي أسمع رأي أبو عبد اللطيف وأرجع لك إن شاء الله بعد ما أسمع رأي دكتور عبد الرزاق. أبو عبد اللطيف، يعني الأستاذ رياض العتساني في اعتراضه على كلام السيد صالح عاشور حددها فقط في موضوع التناقضات، يعني ومنها مثلا قضية السمع والطاعة وعدم رفع الحصانة عن نواف الفزيع وهو سائل صاحب السمو بحسب ما قال الأستاذ رياض. فما يصير أنت كمجلس تحط قانون السمع والطاعة وبعدها ما ترفع الحصانة. أيضا وجه سؤال مباشر، هذا ننتظر يعني النائب صالح عاشور أن يرد عنه، موضوع جابر المبارك وليش ما قدمت استجواب، هذه حق مهدي، وملف التمويل القطري وأن في تقرون حديقة حيوان بمليون متر مربع ومليون واربعمية، وهي وانتها ممكن تحط فيها 2500 عائلة كويتية في بلد يعاني من أزمة السكن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأمور أنا راح أتركها يمكن حق الأخ أبو مهدي لأنه هو عضو بالمجلس ويستطيع لربما يرد عليها بأكثر قدرة مني، إنما في أمور عديدة ونحن نقارن بين مجلسين، وحتى شكليا خلينا نسمي مجلس الصوت الواحد ومجلس الأربع أصوات لأنه قاعد يتكرر مجلس 2012 ترى مجلسين فبراير وديسمبر، يعني فبراير وديسمبر لأن ما قاعد أسمع مجلس 2012 هو من المجلسين ب 2012. أنا أقول إن المجلسين لا شك إن تم انتخابهم في انتخابات حرة نزيهة يمثلون الشعب الكويتي، وأنا ما أؤمن في مجلس ملائكة ومجلس شياطين. هي اللي راح أقارن بين الأداء بين المجلسين، والقضية نسبية. فلو بدأنا نشوف مثلا بدأ المجلس الصوت الأربعة وتبون مجلس فبراير في كلمة رئيس السن، ونعلم ما حدث آنذاك عندما أدخلت أمور كثيرة ما كان لها أن تدخل وحدث لغط شديد. اليوم المجلس الحالي كلمة رئيس السن اللي هو الأخ الدكتور صلاح العتيجي أعتقد ما يختلف اثنين على أنها مست الشغاف وبالفعل مثلت الناس، يعني احتوت على قضية الشفافية، قضية تعزيز لغة الحوار، مكافحة الفساد، قضية الإسكان، قضايا الأولوية لخطة التنمية وغيرها، ومبدأ المساواة بالتعيينات. إذن البداية أساسا هناك بداية حدث عليها إشكال في هذا المجلس، بداية لربما متفق عليه ولا سمعنا لقط لا بالصحف ولا بغيرها على كلمة الأخ صلاح العتيجي. بعدها أتت انتخابات الرئاسة في المجلس فبراير مقارنة بانتخابات الرئاسة في مجلس ديسمبر. انتخابات الرئاسة في مجلس كذلك فبراير حدث عليها لقط شديد، واتهم رئيس السن بالانحياز وليش رفض التصويت الآلي ولازم تصويت يدوي وليش التصويت اليدوي، ويعلم الجميع شنو اللقط الكبير اللي صار، ونتج عنها بالنهاية ما في دماء لا شابة ولا دماء جديدة ولا يعني شيء مختلف عما شاهدناه في مجالس عديدة سابقة.
كمان هناك يعني تحفظ على قضية أن رئيس المجلس عادة عليه أن يكون في جانب الحيدة، هذا الأمر مو بالضرورة تم في انتخابات فبراير، لأن رئيس المجلس هو الرجل الثاني بالدولة، هو يرأس كل من يعمل تحت قبة البرلمان، وبالتالي عليه أن يكون متوازن اتجاه علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، عليه أن يكون في موقف الحكم ولا أن يكون جزء من تكتل قد يعني يختصم الحكومة وغيرها، المفروض يكون متوازن. لما نجي على انتخابات مجلس ديسمبر 2012 نرى الأمر غير ذلك تماما، انتخابات هادئة هنأ فيها الخاسر المنتصر، ولا شفنا أي رقبة بانتقام أو غيره بناء على انتخابات الرئاسة، وانتخابات الرئاسة مو بس أدت إلى دماء جديدة وأفكار جديدة شابة، بل حتى التأهيل، اليوم يرأس مجلس الأمة شخص مؤهل بالتشريع، كان قاضي جليل، كان وزير، وكان عضو مجلس أمة، إذن يعرف هو السلطات الثلاثة عملها وغيره. نأتي بعد ذلك إلى قضية القسم، القسم بمجلس فبراير ارتبط بشروط، وهذه قضية كثير من الدستوريين لديهم تحفظ عليها، احنا دولة مدنية، لما واحد يقسم كذلك ويربطها بقضايا شرعية يقول لك هذه مو كل ما يدور بالبلد بالضرورة متوائم مع الشرع. هذا الأمر كذلك لم نراه في قضية في قسم 2012. الآن أعمال المجلسين، مجلس خذ 4 شهور وقيل أنها قصر مدة، ومجلس خذ 2 شهر إلى الآن، مع ذلك نشوف في مجلس 2 شهر أمور عدة. الأمر الأول أنجزت كثير من الأمور، 70 اتفاقية باقية بالإدراج من سنة 2003، بعضها مثل مكافحة الإرهاب لو ما تعامل معها المجلس لحتى كانت أموال الكويت وأموال بنوكها عرضة للبلوك أو السيطرة عليها، لأن احنا ما وقعنا على هالاتفاقية. كذلك أتت قضية المراسيم اللي ضمنها مراسيم الذمة المالية، الوحدة الوطنية، النزاهة، هذه كلام قاعدين نسمعه صار لنا 50 سنة، أول مرة يطبق ويوافق عليه في المجلس القائم. القضية كذلك الأخرى اللي هامة جدا، أنا على الأقل كشخص مراقب، من الأمور اللي شاهدناها في المجالس السابقة وفرة الاستجوابات والذهاب سريعا إلى الاستجواب، مع أن الأداء الرقابية عليها أنت تكون متدرجة يعني، ودائما كثرة الاستجوابات ينتج عنها قلة الإنجاز. اليوم مجلس مثلا 2009-2011 اللي الجميع ينتقده لأنه فيه 17 استجواب، بينما المجالس المنجزة من بداية التجربة الديمقراطية بالكاد فصل تشريعي 4 سنوات ما تجد إلا استجواب واحد. الآن هذا الأمر نشاهده قائم، اليوم في تحفظ عند النواب على بعض الممارسات، ما ذهبوا إلى الاستجواب، راحوا وقالوا نحط جلسة استماع وقعدوا يكررون ويعطون الفرصة والأخرى. أنا أعتقد هذه كانت أفضل بكثير من قضية عدة استجوابات تمت في مدة قصيرة ما تجاوزت 4 أشهر، وكأن الطريق مفتوح مرة أخرى لتكرار تجربة 2009. بالملخص أنه كانت هناك ثقافات، منها يمكن ما قيل أنه ما المفروض أن تكون الأغلبية في موقف معارض. أنا أعتقد في كل الديمقراطيات الأخرى دائما المجالس تمرر حتى تستطيع المحاسبة، أنا لما أمرر للحكومة مشاريعها أقدر أحاسبها، إنما لما يكون الثقافة السائدة أن أعارض الحكومة وأفشل أعمالها، أولا لا أستطيع أن أحاسبها، ثم أن فشل أي حكومة بالكويت ولا بريطانيا ولا بالهند أو بالسند هو فشل لأعمال الدولة. لما نجي نشتكي من عدم الإنجاز بالكويت هذا مرتبط ارتباط وثيق بثقافة سائدة أنه علينا دائما أن نفشل أعمال الحكومة. نعم واضحة هذه النقطة. انتقل إلى الدكتور عبد الرزاق وبعدها برجع حق النقطة اللي أثارها الأستاذ رياض عن تناقض مواقفك بين المجلسين، المجلس فبراير ومجلس ديسمبر، لكن دكتور أنت سمعت الآراء الثلاثة، كيف تقيمها من ناحية الردود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في سؤالين أساسيين، ما الذي تغير؟ سلامات، وهل تغير أي شيء آخر؟ ابتداء عبد اللطيف صور هناك مجلس الملائكة والشياطين. لا لا، أنا أقولك أنا أنكرت هذا، أقول ما في مجلس شياطين ومجلس ملائكة. أنكرت وأثبت بعدين. قضية نسبية. أثبت المهم. أول شيء لم يتغير شيء. النفس الطائفي موجود في 2009، 2012 فبراير في 2000 بصوت واحد. نفس الطائفي موجود. ما أظن بومهدي ينكر شيء.
بدءا بسؤال الشطي على أثمان الخميس، سؤال زلزلة على وزارة الأوقاف، سؤال حماد على حسينيات، فنفس لايف موجود ما نكره شيء أبدا. هذا واحد. اثنين، موضوع نفس الشيء عاشوراء، هل هو يوم إجازة أو لا؟ نفس الشيء أثيرات البلبلة. نفس الشيء موضوع العتبات وزيارة منفذ العبدلي وجعل هذا من أولويات الانفلات الأمني. هذا الشيء ما حصل، أن يكون تحسين منفذ العبدلي هو دليل للانفلات الأمني. موضوع مسيرة أربعانيات موت الإمام، موت العيوي طالب أيضا نفس الشيء بعد، هذه ما صارت استشهاد الإمام، استشهاد مو الموت، استشهاد. زين، أول مرة تطالب الطائفة الشيعية بمسيرة هذا الشيء. لجان التحقيق موجودة، أبو مهدي وافق على عقد شل التحقيق، وهناك تحقيق في الإذاعات، وهناك قضية الطيار، وهناك قضية العلاج بالخارج، فلجان التحقيق أيضا موجودة. إذاعات، أنا أتعجب من أبو مهدي، مقدم اقتراح أبو مهدي أن الإذاعات تناقش إلى 2008، وصرح نافذ الزيع أن من أهداف 2008 طبطبائي موضوع الشيك مال رئيس الوزراء، فنفسي ما تغير هالشيء. طيب، أجيني أنا أشوف كم هائل من الاقتراحات المالية، كم هائل من الاقتراحات المالية، اقتراحات مالية، يعني ما سبق أن المجلس قدم هذه الاقتراحات كلها، ما سبق هذه الاقتراحات قدمت أبدا من باب كس يعني كسب ود الناس. طيب، يبقى سؤال، شو اللي تغير؟ اللي تغير أول شيء الطعون الانتخابية بلغت 56 طعم انتخابي، الحكومة تصعد على المنصة لتهنئ علي الراشد، التشريعية توافق على رفع قضية على صحيفة الكويتية، عدم إيقاف الجسر للصلاة، عدم رفع الحصى النفط الزيع اللي اتهم الأمير بالرشوة، المجلس الشعب يضرب ولا هناك سؤال برماني واحد، نائب ينسحب من الجلسة لأن وزير الداخلية هجم، وزير البلدية يقول سنغض الطرف عن المخالفات أمام الناس بالخيام واتخاذ العدوى ويبارك هذه المخالفة. هذا الذي تغير، هذا الذي تغير، مجلس صنيعة حكومة، مجلس قدم قانون الاستيطان 1920 بدل ما نوسع المشاركة الشعبية، هناك هدء الاستهداف لموضوع المشاركة الشعبية. مجلس يأتي وكما قال محمد يريد أن يحاسب على النوايا، الهمز واللمز بالنية وليس بالحقيقة، وبالتالي هذا المجلس ما أعتقد أنه قدم أي شيء يذكر بدليل أن أهم شيء وهو الأولويات، الحكومة قدمت 56 أولوية والمجلس لم يقدم ولا أولوية كمجلس. خلي جان الآن مجلس أتى شيء اسمه نفسية الانتقام، يريد أن ينتقم من المعارضة. هنا مثلا هال هاشم، سنعيد بلاغ الاقتحام لسنته الأولى. يعقوب الصانع يقدم شكوى ضد في مخفر كيفان ضد من تجمهر أمام الجمعية. المعيوف والصانع يشكوان على الطبائي والحربش. المعيوف اجتماع مع الداخلية لموضوع المسيرات. تقليل العقوبة لهاشم معها لمن يعرق للطرق. فهناك أصبح نفسية انتقام قائمة. وأخطر شيء الترشيع الشخصي. أكثر مهنة مجلس الأمة الحالي مهنة المحاماة. تقديم مشروع لتعديل قانون المحاماة. أكثر مهنة بين أعضاء مجلس الأمة المحاماة. 12 واحد يريدون تقديم قانون لي. وشيء أهم منه التشريع الشخصي. يأتي أبو مهدي وهو أول من طرح فكرة تقديم قانون صوت الواحد. هو ما قدم معهم اقتراح هذا الخمسة،
ولكن هو أول من اقترح فكرة أن نقدم مرسوم 5-1 إذا تم الدستورية حكمت بإبطال المجلس إلا هناك 5-1، فأيضا هناك شيء للتشريع الشخصي في الانتخابات. فأنا أقول هذا المجلس هو الشيطان والسابق الملائكة، وشكرا. نعم، المجلس هذا هو الشيطان ومجلس فبراير هو الملائكة. بشيء مهم بس آخر شيء، المجلس الحالي قاعد يفكر أن يحصل نفسه من النقد، وأي واحد ينقد المجلس يقول أنه شيطان يجب أن توجه له تهمة. أنت قلتها قبل لا تيجي. قبل التشريع معود. قبل التشريع حصلت نفسك يعني. راح ندافع عنك يعني لا تخاف. أيضا للمشاهدين كان يعني كان رأي الدكتور عبد الرزاق أن هذا المجلس أسوأ ومجلس شخصاني مجلس، واستدل ب يعني تقريبا 15 ألف كلمة. لكن أبي أرجع أنا أبو مهدي قبل لا ترد على الدكتور عبد الرزاق في نقطة أثارها الأستاذ رياض، فبس أبي نعساس لا نخليها مفتوحة، هو تناقض صالح عاشور مع بداية فبراير مجلس فبراير وبداية مجلس ديسمبر، في عندك رد عليه ولا تبي نقفز عليها؟ لا، أول شيء يعني هو إحنا لحين في دائرة النقد والتقييم المجلسين، وهذا شيء جيد. بس يعني هل تغيرت مواقف صالح عاشور؟ لا، ما تغيرت مواقف صالح عاشور، راح نبين إن شاء الله. وحتى المجلسين أنا قلت في البداية كلام إن مجلس 2012 المبطل ما كمل مدته بحيث أن نقيم تقييم موضوعي حقيقي، وهذا المجلس في نفس الوقت في بدايات الأشهر الأولى لا نستطيع تقييم موضوعي حقيقي إلا على الأقل يكون دور انعقاد الأول ينتهي، بحيث نعرف كم قانون صدر، كم قضية صدرت، بالإضافة إلى الأولويات القضايا الأخرى. بالنسبة للموقفي لم يتغير، يعني إذا بالنسبة للاستجواب رئيس الحكومة كان أحد محاور الاستجواب السابق أن الحكومة لم تقدم إيش برنامج عملها حسب المادة 98، وفي أول جلسة أنا تكلمت فيها وراجع التسجيل مالي وقلت للحكومة يجب أن يتم سرعة تقديم برنامج الحكومة حسب المادة 98 حتى لا نضطر نستخدم أدواتنا الدستورية، والحكومة مشكورة قدمت برنامجها لهذا المجلس قبل من المجلس، يعني المجلس السابق 2012 المبطل الحكومة لم تقدم برنامجه إلا بعد تقديم الاستجواب، وبحيث أنه يتم إلغاء أحد محاور الاستجواب اللي تقدمناه لسمو رئيس الحكومة. الآن الحكومة قدمت برنامجها حسب المادة 98 بدون استجواب وبدون شيء، وهذا شيء إيجابي وهذا تعاون من الحكومة. مدة 6 شهور اللي أعطيتها للحكومة، نعم أعطيت للحكومة السابقة وفي مجلس 2012 المبطل إن خلال 6 شهور إذا هذه القضايا لم يتم معالجتها سوف أتخذ إجراءاتي السياسية، ولكن أين مجلس 2012 المبطل؟ مجلس 2012 مبطل تم انتهاء مدتها من خلال حكم المحكمة الدستورية، فإحنا أمام واقع سياسي آخر، لا نستطيع أن نعكس مواقف أو قرارات مجلس 2012 مبطل على مجلس 2012 الجديد التي يعني في بدايات حياته، وهذا لا يعني تخلينا عن قضية البدون، لا يعني تخلينا عن قضية برنامج الحكومي، لا يعني تخلينا عن قضية المساءلة السياسية. ويمكن أنتوا تابعتوني حتى بالنسبة لمرسوم الصوت الواحد كان رأيي قبل الانتخابات، وانت قابلتني بالتلفزيون قلت انا عندي راي خاص بالنسبه للمراسيم، وانا اقول هذا المراسيم حق غير مطلق، حق محدود، ولذلك يعرض على ايش؟ على مجلس الامه في اول جلسه، يا اذا في اغلبيه يستطيع الاغلبيه الغاء هذا المرسوم، اذا لا توجد اغلبيه نستطيع ان نذهب ايش؟ الى المحكمه الدستوريه من يتضرر خلال 15 يوم، وهذا كان رايي في المجالس السابقه وكذلك رايي في هذا المجلس. ناتي الى موضوع الـ يعني الـ الانتخابات واعطاء يعني اللجان ومكتب المجلس للنواب، لم يعطى في المجلس السابق اي دور لا في مكتب المجلس ولا في الشعبة ولا في اللجان الآخرين. نعم محمد الصغر النائب الفاضل محمد الصغر خذ رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالتفاهم مع الأغلبية، مو ما خلف بالتفاهم، كذلك يعني عدنان عبد الصمد تم تسكيته في هذا الجانب، ولكن هم مرزوق غانم بعد بالمالية، مرزوق غانم بالمالية، يعني 3 لجان ما يخالف. احنا نتكلم عن احنا اول شيء مكاتب المجلس ولا لجنة ولا منصب.
الشعب البرلمانية ولا نفس الشيء أنتم في 2012. لا احنا ياش بالانتخابات أبدا كل شيء بالانتخابات وأعطينا للجميع عطي منصب ما صار فيها التفاهم عليه. نأتي إلى الموضوع الثاني. خلينا نأتي الموضوع الثاني. موضوع رفع الحصانة في مجلس 2012 لم يتم رفع الحصانة في ولا قضية عن مسلم البراك، لم يتم رفع الحصانة في ولا قضية عن محمد هايف. زعم خطأ هذا، زعم خطأ. نعم زعم خطأ هذا الشيء. طول عين لحظة شوي خل أبين أنا. طبق الحين مهم قاعد أبين وأنت يعني. قاعد تقول أنت ليش ما رفعته؟ أقول حتى المجلس 2012 لم يتم رفع. فالانتقاد أنت تنتقد المجلسين انت. المجلسين أنتقد نعم. لا بس أكو شيء أكو إحنا الآن نأتي لقضية بس أنا عذرا على المقاطعة حصان الثاني ثاني حصانة كانت ما بندخل في أكثر من موضوع ما نبي ندخل أنا بس أبي أسمع رياض على ردك على طريق لأن أنت ذكرت على يعني ذكرت حتى بشخصه عن تناقضه في بداية البرلمانين فرد كافي ولا لا بس قبل في شيء واحد قبل أنتقل أبين يعني إحنا بالنسبة تفضل عن موضوع قطر يعني وتشكيل لجنة في هذا الموضوع منو ألغى موضوع لجنة التشكيل في موضوع إذا ما مجلس 2012 الأغلبية ألغته بنعيده إن شاء الله إحنا هو يقول يعني ما شكلتوا لجنة أقول إحنا لما بغينا نشك إذا هو كان حريص على اللجنة ليش الأغلبية شكل الآن شكل يعني في نية لفتح لجنة تحقيق عن أنا ما أدري إذا في نية أنا ما أدري في نية اتفقت معهم منو لا ما كنت وياهم بس أنا أقول لك يعني لجنة التحقيق في استخدام أموال من دولة قطر اللي ألغى اللجنة هو الأغلبية في مجلس 2012 مو أن تكون يعني علامة استفهام أو سلبية للأغلبية مو اللي قدموا الاقتراح ماشي زين ماشي بس عشان لا ندخل في وايد نقاط أبو مهدي برجع لك ترد بس يعني أنا رياض يعني حجاوب على ثلاث نقاط بالنسبة حق أول شيء رفع الحصانة كونك أخوي أبو مهدي قلت مجلس 2012 ايضا سوى معناته حملت الخطا مجلس المبطل ومجلس الحالي ايضا غلطان ليش تكررون الغلط لا مو غلط ولد عمي هذه القضيه يرجع لقناعات النواب بقضيه الكيديه يعني اذا انا بندخل هذا المجلس ثاني يوم رفعوا الحصانه عن الاخ نبيل الفضل خلينا نكمل اجابتي عشان الصوره تصير واضحه جدا اذا كان مجلس المبطل مخطئ ما عيد الخطأ في مجلس 2012 وجميع القضايا اللي رفعوا على مجلس 2012 المبطل كانت قضايا عادية بس هذه أمير البلاد غير إذا صاحب السمو ما ترفعون الحصانة والشخص نواف الفزيعي يروح للقضاء هو قال كلام جميل أنا أثق بالقضاء خليه يطبق كلامه ليش ما طبق كلامه القضية على سمو الأمير ما حد يقبل الخطأ على سمو الأمير يروح القضاء والقضاء الحمد لله قضاء عادل يا أما يدينه يا أما يبرئه النقطة اللي الأهم من هذا إذا بتاخذ بموقفي الشخصي أنا رفعت الحصان على الكل على الأغلبية على الأقلية وقلت حق النواب وتذكر إذا جت قضية عليه يرفعوا الحصان عني اللهم قضية واحدة اللي كانت على عبيد الوسمي لأن ليش كنا إحنا بنعدل قانون الجزاء 15 اللي هو مال أمن الدولة اللي هو قانون يتم حبس 3 سنوات أي شخص يخبر بلاغ كاذب عمدا يضر بالشأن المالي هو سحب بناء على هذا القانون واحنا عدلنا هذا القانون باجي القضايا رفعت الحصان على الكل مسطره واحده سواء على الاغلبيه على الاقليه لو جت قضيه على نفسي انا برفع على نفسي نقطه الاستجوابات ترى الاقليه قدموا 4 استجوابات وباقي النواب الاغلبيه والنواب خلينا نقول الوسط اللي ما بين وهني وهني 3 استجوابات تقدم استجواب حق رئيس الوزراء في مجلس المبطل تقدم استجواب حق وزير الداخليه مرتين اللي هو النائب الاول وتقدم استجواب حق وزير الإعلام اللي هو وزير البلدية الحالي فمعناته الاستجواب ما أتت من الأغلبية أتت من الأقلية من الأغلبية ولا الأقلية والمالية الشمالي والمالية لا أنا أتحكي عن الأغلبية الأربعة قدموا الأربعة كمال الرجيب وزير الشؤون استجوابين والمالية استجواب بس أنت تقارن حجم النواب 35 نائب قدموا 3 استجوابات و15 نائب أو 14 أن في وزير قدموا 4 استجواب ففي فرق كبير بين الثنتين لو كان أيضاً مستمر المجلس 2012 لقينا امور عجب العجاب يعني لا تقارني في لا ما انا ما احكي للمستقبل انا علي من الواقع رئيس الوزراء ترى ما حل قضيه البدون ولا قضيه الايداعات فتره اللي هي القضايا السياسيه التحويلات الخارجيه كان لك موقف ما نشيد فيه انه تمنع ضرب البدون وانا وياك اي قضيه انسانيه ضرب سواء الكويتي او البدون او الوافد ما حد يقبل فيه لكن اليوم ضرب المواطن الكويتي ما شفنا تصريح منكم
ما شفنا استنكار منكم ضرب المواطن الكويتي. قضية البدون ما تم أيضا معالجتها، ما كلمتوا رئيس الوزراء. فكأن أنا بالنسبة لي أفسره كأن في مجلس 2012 المبطل اللي هو مجلس فبراير كأن في خلق أوراق على أساس ما تمشي عجلة التطوير. بالنسبة حق قطر، دولة شقيقة قطر، قدمتوا لجنة وسألناكم شنو استناتكم، قلتوا لأن في جريدة انشرت، وقلنا لكم يعني ماكو شيء رسمي، فقلنا لكم بس شيلوا اسم رئيس الوزراء ونقدم اللجنة. ما راضي انتم اللي بتحطون كان رئيس الوزراء. للعلم رئيس الوزراء القطري كسب حكم على نائب حالي، واليوم كسب الحكم بين انه ما عليه شيء، يعني انا بمشي على الامور القضائية. فاستنادكم كان على جريدة ورديتوا علينا بالمثل، قلتوا ايضا قضية الايداعات كانت على جريدة. قلنا لكم مو صحيح، احنا شكلنا لجنة ايداعات بناء على في نواب راحوا النيابة، ما مشينا على كلام جريدة. اليوم ما في أغلبية ولا حد مداحركم، أنتم في المجلس المبطل من أول أسبوعين قدمتوا لجنة قطر، الحين ليش ما قدمتوها؟ شهرين صار لكم. إذا كان فعلا الأمر حريص ويمس أمن الكويت افترض من أول أسبوع مقدمينه هالشيء، لكن ما حصل هذا الشيء. رد سريع قبل أخذ فاصل. يعني عندنا وايد ردود، يعني إذا ما قدمنا أنتم، إحنا اليوم هذا المجلس نختلف عن المجلس السابق. مجلس السابق تكتلات أحزاب تنظيمات سياسية واضحة المعالم، المجلس هذا يه في ظروف استثنائية في جو سياسي يختلف عن جو السابق. إلى الآن لم تشكل أي كتلة، إلى الآن ليس هناك تصور أو توجهات سياسية واضحة في المجلس بحيث تتبنى بعض القضايا. ممكن الآن في المرحلة القادمة تتشكل بعض الكتل، بعض التوجهات السياسية، وبالتالي ممكن كل كتلة أو توجه لها أو يعني أجندات خاصة. في النهاية إذا كان مجلس السابق يعني رأى أن تشكيل لجنة ولم يحصل على دعم من الأغلبية، ممكن هذا المجلس الأغلبية النواب لا يريدون أن يدخلون في قضايا خارجية تسيء للعلاقات بين دولة الكويت والدول الأخرى. هذا يمكن رأي، لأن من القضايا التي تم شبه اتفاق، أنا ما أقول اتفاق نهائي، لا نتكلم عن قضايا الخارجية في المجلس هذا، قضايا سوريا، قضايا البحرين، قضايا قطر، قضايا الأخرى. نحاول قدر المستطاع اتفاق مبدئي لا نثير قضايا الطائفية، لأن اليوم إحنا نحتاج إلى وحدة وطنية، نحتاج إلى استقرار سياسي. بس الدكتور عبد الرزاق هنا يستشهد بأن يمكن القضايا الطائفية في هذا المجلس راح تكون أكثر حتى إن شاء الله ما راح تكون. إذا يعني إحنا دورنا كلنا سواء في المجلس أو خارج المجلس اليوم يجب أن نتعاون، نتجاوز هذه القضية، نبتعد عن هذه القضية، بالعكس يجب أن نذهب إلى تقوية الوحدة الوطنية. جاء مرسوم أنت ترفض موضوع التجريم عشان وقت بمهدي. نعم. رياض يقول أنت ضد ضرب البدون وسكت عن ضرب الكويتية. ما سكت أنا، يعني أول شيء بالنسبة للمسيرات، دقيقة، بالنسبة للمسيرات لما الأغلبية قدموا مسيرة كرامة ثلاثة وخذوا ترخيص رسمي من وزارة الداخلية، في أحد عارض؟ في أحد قال ايش عطيتوهم كذا؟ هل الداخلية قامت وضربت الناس؟ احنا قاعد نتكلم على الدستور، قاعد نتكلم عن القانون، لما تاخذ الإذن من خلال الإطار الدستوري القانوني الكل معاكم، والشعب الكويتي معاكم، والأجهزة الإعلامية معاك، لما ما تاخذ تصريح وتخالف القانون شيء داخلية، وانت لو كنت بس في مسيرة ما يخالف، لا انت في مسيرة وتروح تقطع الشوارع الرئيسية مثل البارح اللي صار في الصباحية، رايحين شارع في حيل السريع اللي آلاف السيارات تربط الشمال من جنوب الكويت بتقطع الشارع، يعني قوات الأمن طالعك تصفق لك، اكيد راح تتدخل. فوق هذا هالأمور ما تصير. بالنسبة للبدون نفس الشيء، احنا في البدون في مجلس 2012 تم تقديم قانون تجنيسه، في هذا المجلس اليوم اللجنة الداخلية والدفاع أقرت قانون تجنيس 4000 من البدون، وإن شاء الله في الجلسات القادمة يقر هذا القانون، واحتمال تكون على جدول أعمال في الجلسة القادمة. في إجراءات عملية قاعد يتخذ في حل هذه القضية. في المجلس السابق لم يلتفت إلى حتى البدون، لم يشكل حتى لجنة تحقيق في القضايا التي يعني كان البدون طرف فيها، في حين احنا في اللجنة في المجلس السابق قدمنا استجواب، في هذا المجلس قدمنا اقتراح بقانون لتجنيسهم، ماشيين في إجراءات الأخرى بدعم من خلال تشكيل لجنة البدون وحقوق الإنسان لحل مشاكلهم، فإحنا مستمرين. الشيء الآخر احنا بنقول احنا هدفنا اليوم الاستقرار السياسي،
احنا هدفنا اليوم نحافظ على بلدنا، نقوي الوحده الوطنيه. لذلك اختلف مع الدكتور عبد الرزاق اخونا الفاضل لما يقول هذا المجلس صنيعه الحكومه. لا، هذا المجلس صنيعة الشعب الكويتي، يبي إرادة شعبية. أنت ما شاركت، غيرك شارك، غيرك عنده ممثلين قاعد يدافع عن الممثلين، وبالتالي إحنا نحمل هموم الشعب الكويتي، نحمل مشاكل الشعب الكويتي. واضح. راح نقدم، واضح. واضح جدا. ولذلك راح نقدم، إحنا قاعد نحمل هموم 60%، 40% من الشعب الكويتي عنده ملاحظة، عنده تحفظ، خلي يحافظ على تحفظه، ولكن هذا التحفظ اللي عندهم خلي يكون في إطار القانون، في إطار الدستور، مو يطلعون مسيرات غير قانونية. في السابق قدموا طلب، الحين لما تقول له يقول لا أنا ما أحتاج أقدم. شو ما تحتاج تقدم طلب؟ ليش؟ أنت صاحب القرار؟ لا، أنت مثل ما قدمت أول مرة يجب أنت. بالنسبة للاقتراحات المالية، أكو مجلس ما يقدم فيه اقتراحات مالية في كلفة على البلد، بالتالي احنا نمثل الشعب الكويتي. عندهم مشكلة بالإسكان، نحاول نحل المشكلة الإسكانية وبالتالي نرفع القصد الإسكاني لهم. عندهم مشكلة في الرواتب، نتكلم عن قضية الرواتب. لازم أطلع فاصل، بس أنا كان طالب الكلمة الدكتور عبد الرزاق، بس خلال ثواني بسيطة يقول وجهة نظرك عشان نطلع فاصل، بعدها برجع حق أبو عبد اللطيف. خلنا نقولها بشكل موجز، أمن الكويت فوق كل اعتبار. أنا ما أقدر أراعي الدول الخارجية، إذا قطر عليها شيء يفترض أن تحاسبونها وشكلون لجنة. تأجيلها معناته أنا بديت دولة خارجية على الكويت، هذه نقطة. النقطة الثانية، البدون أيضا ما أخذوا ترخيص، يعني أنت دافعت عنهم جزاك الله خير، عدم ضرب البدون، ولكن سكت عن ضرب الكويتيين. ما تقول سكت، تقول لي أنا أقول الكويتيين خلي يأخذون، تقول لي أنا مأيد، ليش ما تكلمت من ضربه؟ ما نرضى الكويتي خالف القانون. الكويتي لازم يكون أكثر واحد حريص على مصلحة البلد. ما قاطعتك، ما قاطعتك، خلينا نكمل. أنا تقول لي مأيد المسيرات داخل المناطق الساكنية، مو مأيدها، ولكن ضد ضرب الكويتيين أو البدون أو الوافد، ضد الضرب. في قانون، تطبق القانون، ولكن تضرب هذا الأمر. شو تطبق القانون؟ أنت تكلمت دافعت على البدون، ما دافعت على الكويتيين. شو يعني ما دافع؟ أنا ما دافع على الكويتيين. عطني تصريح واحد، أنا قاعد أمثل الكويتيين اليوم. عطني تصريح واحد. اليوم اللي قاعد يطلع بالشارع ما قاعد يمثل الكويتيين. حتى البدون اليوم اللي قاعد يطلع هذا الشاذ على التوجه العام الكويتيين. اليوم اللي قاعد يطلع قاعد يكسر الدستور ويكسر القانون، قاعد يبي يفرض رأيه بالقوة على الشعب الكويتي. الشعب الكويتي يبي التجاوب، يبي الشعب الكويتي يبي هدوء، يبي الاستقرار، ما يبي الخروج على القانون، ما يبي قطع الطرقات، ما يبي أذية المواطنين في بيوتهم. عندك تبي تطلع، هاي ساحة الإرادة موجودة، ليش ما تروحون تتكلمون؟ مو هذا كلامي. الكويتي ما أخذ ترخيص والبدون ما أخذ ترخيص. أنت دافعت أن ضد ضرب البدون وسكت عن الكويتيين، ليش؟ لا ما حتى ضرب، شوف ضرب الكويتيين إذا كان خطأ إحنا ضده، إحنا أصلا ضد الضرب، ضد العنف. ما لكم تصريح في المجلس نهائيا، المجلس كله للأسف صمون بكم. لا مو صمون بكم، احنا اليوم انت تدري المعارضة اللي خارج هم بحد ذاتهم الآن قاعد يتبعون خطوات لا يعطون مجال حتى لأحد يدافع عنهم. تدويل القضية زينة، هذه أنا مصرح زينة حق سمعتهم. أنا قاعد أقول لك يعني انت شوف الإجراءات. أتكلم عن المواطن مو عن النواب السابقين، أتكلم عن المواطن لما ينضرب. احنا مع المواطن، ولكن في نفس الوقت نطلب من المواطنين احترام القانون، عدم خروج على الأمن العام، مساعدة رجال الأمن. رجال الأمن أخواننا وعيالنا وحبايبنا، قاعد يقولون لكم اخذوا ترخيص، روح ساحة الإرادة تكلم، وساحة الإرادة هم ما يحتاج لترخيص. أنت تبي توصل رسالة، أنت الرسالة لازم خلال قطع الطريق، لازم خلال خروج المظاهرات. أنت مأيدني تقول أنا ما أرضى المسيرات، ما أرضى في البيوت. ممتاز، بس أنا حكي على ضرب اليوم. ما نرضى الضرب. تكلمت على عدم ضرب البدون، وانا وياك واشيد عليك حتى اذا ما تكلم، اذا ما صرحنا ضد ضرب المواطنين راح نصرح ضد ضرب المواطنين. طقه وخلص، راح اقول اربع خمس مرات. الحين المسيرات راح تخلص، راح تنتهي، راح تنتهي. انا اتكلم على الماضي، ما ادري عن المستقبل. اذا واحد عنده خطا في الماضي لا يعني انه استمر الخطا، صلح الخطا في هذا الموضوع. احنا مع المصلحه العامه، ما يخالف، ولا نتردد. لا حواحد، اذا شفنا عندنا خطا، عندنا موقف، نصلح الموقف هذا. ولكن في نفس الوقت قاعد نقول هذه كارثه، مو موقف للمجلس انه يسكت على مصيبه ضرب مواطن ولا يتكلمون. اي مواطن ضرب اللي خارج عن القانون؟ مو خارج عن القانون. القانون انا اقول لك، واللي قاعد يبي يسكر الشوارع الرئيسيه، اللي قاعد يؤدي المواطنين في مناطق السكنيه، انا ما قاطعتك الساعه 10 12 بالليل. لا 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 لا، انا قاعد اتكلم
في خلينا نقول الحين طلع مواطن، هل يجوز قانونيا 12 عسكري يطقون واحد؟ يا اخي حوله مواطن يطلع، ماكو مواطن، مواطن مو معناته انا مؤيد ولكن لا يجوز الضرب. شكرا 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 محمد، ما راح بالفعل احنا خلونا ننتقل الى محور اخر بعد فاصل قصير. عودة لكم مشاهدينا الكرام، وراح أدخل في محور جديد مع وزير الإعلام الأسبق السيد سامي النصف. وعبد اللطيف، ما في برلمان في العالم مهما، وأيضا في هذا المجلس من المفترض أن يعني سواء اختلفنا معه أو اتفقنا معه، لكن ما في مجلس في العالم ما في كتلة معارضة ترشد المسار وتخلق حالة من التوازن السياسي بين أعضاء المجلس. إلى اليوم وبعد مرور شهرين، وهذه عمرها يمكن ما صارت، أن مجلس أمة ما في معارضة داخل المجلس واضحة المعالم أو الملامح. فهذه شنو الإشارة اللي إحنا ممكن كمتابعين للمشهد السياسي نتصلنا؟ يعني أقول لك ببدأ بهذه ثم أرجع إلى بعض ما قيل بالسابق. أول شيء كلام صحيح، ما في برلمان بالعالم ما في معارضة، إنما ما في كمان برلمان المعارضة هي الأغلبية، ما في برلمان المعارضة لأجل المعارضة ذاتها. يعني كل ما يأتي من الحكومة شغل المعارضة إنه والله تنقضه بكل البرلمانات، حتى بالمجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي مرات يتفقون مرات يختلفون. إحنا عندنا في ثقافة المعارضة لأجل المعارضة. الآن هل المجلس القائم في معارضة ولا لا؟ أنا أشوف في معارضة اليوم، في عدنان عبد الصمد وتكتل التحالف الإسلامي قائم في المراسيم والقوانين اللي قاعد تصدر من الحكومة، في 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 في, في معارضة لها، ما شفنا إجماع. إنما ليش إن المعارضة، ليش المعارضة مو أغلبية؟ العكس، هذا الوضع الطبيعي. اليوم إحنا انحرفنا من الجادة الصائبة لأن أصبحنا نعتقد العكس، إنه يفترض بالمعارضة أن تكون هي الأغلبية. واقع الحال عشان يعني في معارضة، في معارضة، وين أكو واحد ما يشوف المعارضة بالمجلس الحالي؟ في أمس المراسيم اللي طرحت وقبل أمس وغيره وغيره، دائما في أصوات عديدة 10 ومرات يوصلون 15، في معارضة. شلون ما في معارضة؟ بالعكس، إحنا قاعدين نقول المفروض إنه كمان نتعلم من ثقافة السابق، أنه حتى المعارضة يجب أن تكون معارضة رشيدة. لا يجوز معارضة مثل ما شاهدنا بالسابق، والله إذا أنا ما حصلت على الكرسي الفلاني والله سأبقى معارض طوال الوقت. هذه قضية معارضة مو رشيدة، لأن هذه معارضة عدنان عبدان عبد الصمد والجمعية الثقافية هو اليوم المعارضة. لو الحكومة كانت مصوتة مع عدنان عبد الصمد في انتخابات نائب الرئيس كان صار عندنا معارضة. ما يخالف، الحين هذه فرضية ما صارت، بس أنت تسألني أكو معارضة؟ يقولك نعم في معارضة قائمة وفي رجالها وقاعدين يمشون في هذه. بس البعض يريد أن تكون الثقافة السائدة ثقافة معارضة كما هو الحال بالسابق، وهذا الأمر اللي غير معمول فيه في أي ديمقراطية بالعالم. لأن شلون تمر أعمال الحكومة إذا أغلب المجلس يروج للمعارضة، وبعد حتى إذا ذهب إلى التصويت خسر التصويت نزل للشارع؟ هذه ما في ديمقراطية بالعالم فيها، حالها حال ثقافات أخرى شهدناها، مثل والله معارضة قرارات المحكمة الدستورية وبعض الممارسات. وهذا نرجع لأصل المشكلة اللي هو تقييم عمل المجلسين. المجلس المبطل شاهدنا فيه مطالبات مثل طلب عقد الجلسات دون حكومة، شاهدنا فيه طلب وكلها قضايا خارجة عن الدستور، طلب أن الوزراء لا يصوتون، في طلب حتى بالتدخل في قضية تعيين المحكمة الدستورية والقبول وعدم القبول في قراراتها. قضية أخرى المطالبة بالحكومة الشعبية اللي هي تقل يد الأمير، وفي هذا السياق أنا جدا جدا معه، قضية أن لا يسمح لأحد بالتعدي على سمو الأمير ولا على حتى هيبة السلطة. أنا قبل أيام أكتب أنه الدول لا تقاد بالقوة، تقاد بالهيبة، لأن ما في رجال أمن عددهم يعادل عدد الشعوب. وكمان في نفس السياق اللي تفضل فيه الأخ أبو محمد، وأنا أؤيد كثير مما قاله في قضية أنه عدم موافقته على قضايا رفع الحصانة في أكثر الأحيان، قضية حتى موقفه. إنما يا جماعة الوجه الآخر لقضية التعدي على البدون، أن كذلك بعض القوى السياسية آنذاك، وأنا ضد الاستجواب على فكرة، ضد استجواب رئيس الوزراء لأعمال تتعلق في عمل وزير الداخلية. نيران صديقة يعني أبو مهدي الآن الحين نيران صديقة؟ لا هذا حقي. إيه لا لا أنا أقولك، لا لا أنا هذا الأمر موقف من أيام رئاسة الوزراء متكررة، لأني أنا قريت محاضر المجلس التأسيسي وأعلم أن كانت هناك رغبة من الآباء المؤسسين بتحصين وحماية رئيس مجلس الوزراء. لهذا السبب ما خلوا الثقة تطرح فيه، لهذا السبب ما خلوا يتقلد وزارة، عرفت شلون؟ فليش السبب؟ اقرأ المحاضر يقول، فإذا كانوا هم ما أرادوا يتقلد
وزارة كرئيس مجلس الوزراء عشان لا يكون مستهدف من قبل القوى السياسية، شلون الآن نطرح الثقة فيه ونستجوبه على عمل أي من أعمال الوزراء الآخرين؟ المهم مع ذلك القوى السياسية ما وقفت مع ذاك الاستجواب فيما يخص التعدي على البدون. الآن البعض يقول والله التعدي على الكويتيين، نقول التعديين مرفوضين بس إذا إلا أن تكون لهم أسباب. رجل الأمن بالعالم كله ما حد يتعدى عليه بالكلمة ولا يذهب بهذه الخطوط الحمراء بالعالم كله. شلون أنا هني يجي رجل الأمن أولا مظاهرات بالليل، مظاهرات ليلية في مناطق سكنية هذه غير معمول فيها بالعالم كله. لا. إذا جاء رجال الأمن يمنعوا هذه المسيرات غير المرخصة حسب المادة حتى 44 يقوم لا. البعض يتعدى على رجال الأمن، وإذا رجال الأمن ردوا الاعتداء عليهم يقولون لا. والله شلون رجال الأمن يتعدون على هذا. فقضية بس عشان ألخص بالأخير، قضية المعارضة قضية واجبة، إنما علينا أن نستوعب ونتفهم أنه مقابل المعارضة يجب أن يكون هناك من يصوت مع الحكومة حتى تمشي الأمور. شكرا. بوهدي أبي يرد عليك لكن أنا بس أبي أسمع بكمل عن موضوع المعارضة بس عندي إيه راح أرجع لك بس أبي أسمع رأي الدكتور عبد الرزاق. عبد الرزاق وده يسمع رأيه. لما قامت الثورة في مصر في تونس في ليبيا كان سؤال عام، وين القيادة الشباب، وين قيادة المعارضة هذه؟ اليوم في الفكر الجديد اللي في الساحة السياسية في كل العالم ما يتكلمون عن قيادة هذه، يتكلمون عن الشعب. اليوم الشعب هو اللي قاعد يقرر مصير كثير من الدول. جميل. احنا في هذه الانتخابات الأخيرة بغياب الأحزاب السياسية بغياب التكتلات السياسية اللي شاركه هو الشعب الكويتي، وبالتالي اللي موجودين تحت قبة البرلمان يمثلون الشعب، ما يمثلون الأحزاب، ما يمثلون تكتلات السياسية. ولذلك ما نقول ما في معارضة، في معارضة. معارضة ايش معناته المعارضة؟ المعارضة معناته الرقابة المتشددة على أداء الحكومة. المعارضة بس أنا أقول لك يعني كتلة. أنا راح أبين لك المعارضة يعني ترشيد العمل السياسي. وين تي المعارضة؟ لما تي الآن في تلويح قوي لمساءلة وزير الداخلية وعطوه بعض التوصيات، عطوه مهلة إلى شهر 4 أو راح يكون تحت إيش رقابة مجلس الأمة. وهذه معارضة لما يكون سوون لجان تحقيق في أعمال وزير النفط ويعطونا مهلة شهرين وإذا لم يستجيب لإصلاحات راح يكون تحت مساءلة سياسية. هذا هو دور المعارضة، دور المعارضة ترشيد. سامي النصف يقول بأن كتلة عدنان عبد الصمد في المجلس جمعية ثقافية هي المعارضة في هذا البرلمان. يعني هو بنزيد على كلام عبد اللطيف في تصريح للنائب مبارك النجادة منشور في الصحف أمس الخميس بأن فعلا هذا المجلس بجيب الحكومة إقرار من عضو داخل هذا البرلمان. يعني بالتالي في مؤشرات بأن هذه الكتلة الخمس نواب في اتجاه المعارضة. هل تعترف بهذه الكتلة ككتلة معارضة ولا لا؟ يعني أنا أعتقد يعني يمكن استعجل في الحكم. أول شيء هو إلى الآن ما لم تعارض كتلة حقيقية من توجهها أنها كتلة معارضة في المجلس. وهذا الحالي صح ولا خطأ؟ في أي مكان في العالم هذا خطأ. أنا قاعد أقولك يجب أن نكون تكتلات سياسية، وأنا أدعو الدكتور عبد الرزاق الشاجي عنده علاقات زينة مع الإسلاميين أن يلمهم ويسوون كتلة إسلامية معارضة في هذا المجلس، وهذا شيء جيد. الآخرين إلى الآن ما تبلورت، حتى كتلة التحالف الإسلامي إلى الآن لا نستطيع نطلق عليهم معارضة. ما نقدر نطلق عليهم معارضة لأن وافقوا على كل المراسيم، وافقوا على كثير من القضايا المتعلقة. هذه معارضة رشيدة إذا كذي، يعني إذا هي تعارض وتكون موافقة في بعض الأحيان بالعكس هذا مو غلط. يعني إذا في معارضة رشيدة مو لأجل المعارضة. الكتلة الشيعية ليش ما تصير كتلة معارضة؟ يعني هو ما في كتلة سنية عشان نقول كتلة شيعية، ما طول عمرها بين في بين كتلة إسلامية. طول عمرنا عندنا كتلة إسلامية. لا أنت قاعد تقول كتلة شيعية، أقول ما في كتلة إسلامية سنية عشان نقول كتلة. نعم أكو كتلة إسلامية ممكن ذات توجه مثلا سني ممكن، بس يعني لأن الحكومة ما في بدايتها ما تعاملت مع الكتلة الشيعية ككتلة الأكبر في البرلمان، حتى وقفت وياها في أكثر التصويتات وانتشاعت. فالكل توقع بأن الكتلة الشيعية ستكون كتلة معارضة في الأيام القادمة، ويمكن على كلام بعض في بعض المؤشرات، لكن حتى كانوا متوقعين منك أنت شخصيا يعني تتصدر هذا. يعني أنا كتوجه في هذا المجلس إلى الآن لم أقف حتى في المراسم مع الحكومة،
عندي تحفظ حتى على تشكيل الحكومة. أنا ما راضي على تشكيل الحكومة، هذه الحكومة، وقلت حتى لرئيس الحكومة، هذه الحكومة يجب أن تستقيل، يجب أن تأتي بحكومة متوافقة مع التوجه الجديد، مع تشكيل الجديد، يكون في أغلبية شيعية داخل الحكومة. لا مو أغلب، ما أنا أبداً لا أطرح قضية سنة وشيعة، أنا أتكلم، لا بس عفواً، أنا أتكلم، أنا لما نقول كتلة شيعية ما أقصد ككتلة اجتماعية طائفية دينية، أتكلم ككتلة سياسية من ناحية سياسية. لا يجب أن تكون خليط من كل التوجهات. شخصيا قاعد اسعى، توفقت اني يعني تقريبا الان 4 ان نشكل كتله، نحتاج لنا بعد 1 أو 2 من توجهات مختلفه، واذا تم التوافق راح نشكل هذه الكتله. في تجاوب مبدئي ايجابي جدا مع تشكيل هذه الكتله، ان شاء الله راح نعلن عنها اذا في حاله الموافقه. فبالتالي انا اعتقد المرحله القادمه راح نشوف توجهات جديده في المجلس، الملامح بدها راح تكون اوضح، راح تكون تكتلات هم موجوده. نعم. لان ما في مجلس بدون معارضه يعني. نعم. تراقب بوضوح. تاخرت صار لكم شهرين العاده من اول يوم يعني، لكن عموما لان ماكو احزاب فالتنظيم بالعكس التنظيم. هذه لحظه هذه اضافه، شلون من اول يوم ناس يعارضوا حكومه لم تعمل؟ فبالعكس هذه اضافه، اذا بتجي معارضه بعد تجربه عمل الحكومه شيء جيد. اي بس يعني بالدول المتقدمه المعارضه اللي تخسر الانتخابات هي اللي تكون معارضه باي ديفولت. اي نعم هذيك يعني مختلفة. دكتور الله يعين أسوأ. أول شكل كتلة معارضة إسلامية. أترجم لك إذا تبي. لا شك أن هذا المجلس هو صنيعة الحكومة. واللي يقول خير الكلام قاعد يتكلم عن المجلس غير مجلسكم الكويتي. بالتالي الحكومة ستستجيب للمعارضة في الأمور المالية فقط لا غير. أما تقول لي مراسيم بقوانين اتفاقيات، حتى الاتفاقية الأمنية هذه اتفاقية اللي أبو مهدي مفروض عليها ستمر. شفت هذه؟ عاشور الأمنية الخليجية لا تحمل تواقيع بعض القادة. إيش؟ الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تحمل تواقيع بعض القادة، هذا تصريح. وأنت رافضها. رافضها نعم. وستمر. راح تمر. إذا رأي الأغلبية علينا أن نحترمها. هذا دليل أن أنتم إن شاء الله ما تمر. أنا أقول إذا مخالفة للدستور والقانون يعني، بس بين قوسين يعني الاتفاقية الأمنية. لا خليني بس خليني أبين بالنسبة للاتفاقية الأمنية. زين تكلمت عودة. الاتفاقية الأمنية محور عميق أبو مهدي، خلنا الحين محورنا في المجلس الحالي. الآن من قاعد يعرض الآن؟ عندنا عبد الصمد. أول شيء المجلس الحالي في كتل السلف شخصين، الحلف الإسلامي عدنان صمد 5 أشخاص. نعم. العدالة شخصين، الميثاق 1، مجموعة 62 13-1 في كتل، لكن كتل لا تهش ولا تنش لأنها ما عندها قدرة أن تعارض الحكومة. الحكومة تقول أنا صنعتكم، أنا أوجدتكم، بالتالي أنتم إيش تعرضون؟ أنتم حدكم ترفعون نيتكم بالموافقة، وما في مانع بعض الأحيان. هذا يبين ترى رد قوي عليك دكتور عبد الرزاق. وبعض الأحيان تعال كمان بالدكتور، أنا شخص مستقل وما نزلت، مو كل التيارات ما نزلت، أيضا عارضت النزول. وبالتالي ما في مانع تصير مسرحيات. مسرحيات ما في مانع. مسرحيات؟ مسرحيات، إن عشان عارضوا نفس موضوع فيصل المسلم يوم سبع حصانة عنا نواب الحكومة، حضر أول جلسة ناس غابوا الجلسة الثانية ويوم الثالثة. فالحكومة تريد أن تعطي للشارع أن هذا المجلس معارض، ما في مانع من تمثيليات أمام الشعب. وبالتالي كنت الشيعية أبو مهدي، أنتوا 17-1 اجتمعتوا ولا اجتمعوا أنتوا كشيعة؟ نعم. أنتوا كشيعة 17-1 نعم اجتمعتوا أم اجتمعنا؟ اجتمعتوا كتلة شيعية؟ لا مو أنت تقول سبعة. أنا أبو مهدي أبو مهدي 17 كلنا. مهدي أنا بوقف وياه شوي لأن عشان صوته أحاول أعطيه سبورت. هو يقول سألكم أنتوا الكتلة الشيعية ك 17-1 اجتمعتوا ولا لا؟ مو كلنا. قلت إي. لا مو كلنا. بس يعني في توجه من الاجتماع. 17-1 ما اجتمع. 14. هذه كتلة شيعية. إيه. فيها خلاف سياسي ما بينها. فيها خلاف ديني، فيها خلاف مرجعيات، ولكنهم كشيعة في مثل موضوع العبدي الآن مجمعين على رأي واحد. مجموعة تفنيش شيعة من البحرين بالجيش وفي الحرس رأي واحد. موضوع العتبات وغيرها، فالشيعة وإن كانوا يختلفون بالاتجاهات السياسية، مثلا عاشور ينتمي إلى جناح مثل ناصر محمد، صح ولا لا؟ شنو جناح ناصر محمد؟ عنده جناح؟ يا جناح.
فلان ينتمي الى جناح مثلا الخرافي، زين هنا بين الوقف السياسيه، ولكنهم كشيعه بالمناصب القياديه يروحون كتله واحده، ني فلان مدير الجامعه، ني فلان وكيل وزاره. اما في الامور السياسيه لا، يختلفون لان كل واحد محسوب على جناح محدد، وبالتالي هناك يعني في قضايا معينه تتحرك فيها الكتله الشيعيه، يعني في كتله شيعيه في المجلس شيعية. لكنها بالخفة بالخفة. اما سياسيا لا، لهم ارتباطات مع اجنحه الاسره، حالهم حال جميع التيارات. انا احاول اوصل مو تأييدا للدكتور، توضيحا لكلامه، يعني صوته ما قاعد يساعده انه حاطين ترجمه. حالهم حال جميع التيارات، جميع النواب الا من رحم الله. نعم. بالتالي في كتله موجوده، ولكن هذه الكتل، اعطيك معلومه يا ابو مهدي، احد الاعضاء قال تم الاتفاق على عدم تشكيل كتل سياسيه داخل مجلس الامه. ايش رايك؟ رايه؟ لا المهم، يعني في اتفاق تم على عدم تشكيل كتل سياسيه. هذا راي الشخص. واي مجلس من غير معارضه، من غير كتل سياسيه، ترى بان الحكومه تقدم 56 اولويه والمجلس لا يقدم ولا اولويه. نعم ابو محمد، وجود كتله شيعيه تتحرك على اتفاق معين، وانا ما كنت ابي يعني اتكلم عن هذا المحور، لكن دام ناكد ابو مهدي بان صار في اجتماع للشيعة الاعضاء، هل هذا يعني يساهم في عدم قبول مجموعه كبيره من الناس المقاطعه لهذا المجلس في الاستمرار بمقاطعتها؟ هل من مصلحة البلد أن يكون في هناك كتلة شيعية معارضة أو موالية إلى آخره، يعني إلى آخر الأمر، غياب معارضة واضحة المعالم؟ أبو مهدي يقول ما في أحزاب، ما في تيارات سياسية، فبالتالي من الطبيعي أن في 3 أشهر الأولى ما تتكون كتلة المعارضة. يرد عليه الدكتور يقول لا، في كتل سياسية موجودة، لكنها لا تستطيع المعارضة لأن الحكومة تقول لهم أنا اللي صنعتكم. أنا يمكن أتفق مع أبو مهدي، لأن ما ودنا إحنا نقول كتلة شيعية وكتلة سنية، يعني كتل سياسية، ولكن يوجد كتل سياسية، السلف شاركوا، جزء من السلف قاطعوا، جزء من السلف شاركوا. عدنان عبد الصمد الأخ العزيز ما هو عضو مستقل، والسيش اللي يثير الانتباه يوم نزل في المجلس المبطل ياب 24 صوت، كان من نازل الأخ الفاضل خالد بن سلطان والأخ الفاضل الدكتور عبيد الوسمي، يعني 3 نازلين وياب 24 صوت، والمجلس الحالي ناب الرئيس، وناب الرئيس نزل نفس المنصب وياب 24 صوت في المجلس الحالي، ومنه منافسة شخص واحد، فاستغرب. فمعناته في المجلس المبطل ما كان في، خلينا نقول انك تقصي الاقليات، ما كان موجود هذا الشيء. نوعا ما ممكن اتفق في ما جئت فيه في المجلس المبطل او اللي قبله او اللي قبله، احنا بشر، يوجد اخطاء، يوجد ايجابيات وسلبيات في كل مجلس، بس لكل امانه المجلس الحالي خريطته غير واضحه، كانك تشوف كلام صيني. مجلس لكل امانه مجلس بصام. انا اعطيك سبيل المثال، قوانين مراسيم الضرورة قرروها، أنا أعتبر المجلس لو يقول لي ارسم رسمة كاريكاتير، يعني الحكومة قاعد تستخدم المجلس كأنه ختم وتمرر معاملاتها، لا يمكن يقول له لا. أنا بعطيك كسبيل المثال الصوت الواحد، أخوي أبو مهدي أنت عارضت الصوت الواحد مرسوم الضرورة. نعم. بنفس الوقت أستاذ وزير الإعلام الأسبق أستاذ سامي النصف ذكر بالنسبة حق المحكمة الدستورية، يجب احترام المحكمة الدستورية، لك تصريح هني يجب إصدار قانون جديد للدوائر الانتخابية 5 دوائر وصوت واحد قبل حكم الدستورية. إذا سمو الأمير يقول نحتكم إلى حكم المحكمة الدستورية، من باب أولى أن ننطر، يعني كأنه التفاف لحكم المحكمة كما حصل في مجلس 2012. شو اللي صار؟ أبطلت عضوياتنا والقوانين نافذة. من باب أولى أنطر حكم المحكمة، إذا قال حكم المحكمة نافذ خلاص الكل راح يطبق القانون، لكن إذا قالت المحكمة أن هذا المجلس باطل نرجع إلى النظام القديم. ليش أشرع قانون؟ المصيبة قانون 1920 شفهم منه أفهم اللي قدموه بيقولون والله إحنا من الكويتين القدامى، ولا قبل الحركة الشعبية؟ لأن الحركة الشعبية من 1921. مو معقولة يعني اقتراحات هذه إلى الآن. لا بس صعبة، فيها نوع من العنصرية. محمد كلامك صحيح، بس هذا يلزم الجميع. أنا أتفق على قضية أن علينا أن تكون لدينا مرجعية لما نتباين سياسيا. هذا الكلام اللي تفضل فيه سمو الأمير
التزم فيه المفروض على الجميع، بس كمان القوى السياسية عليها أن تلتزم فيه، تعلن أن هي قابلة بحكم المحكمة الدستورية إذا أتى مقرا لقضية الصوت الواحد، مو إذا جاء بهذا الشكل قيل لا والله هذا حكم مسيس. نعم. وإذا أتى ولقى هوى في نفوسنا نقول لا والله هذا مقبول. فكلامك صحيح بس على أن يشمل الجميع. بس يفرق يشمل الجميع. لا يفرق ثلاث جزئيات. اليوم اللي بيشرعون القانون الصوت الواحد هم نواب الأمة، ما يخالف بس هذول كانوا قوة سياسية، قوة فاعلة. خنيك عليها. نعم. هل هم قابلين بحكم المحكمة؟ أنا أسألك سؤال محدد بسيط وسهل أبو محمد، أنت ضمن هالحراك هذا أنا أسألك سؤال بسيط، هذا أنت تطلب من أعضاء المجلس الحالي أن يلتزموا، وأنا مع قضية الالتزام بحكم المحكمة الدستورية. أنا بسألك السؤال، هل القوى السياسية قابلة بحكم المحكمة الدستورية القادم؟ سؤال بسيط. لا راح أجاوبك. هنا من باب أولى نواب الأمة الحاليين هم يلتزمون، بتجي لي أنا شخصياً راح أقول لك كم نائب. هذا مو 50 نائب قالوا كذي اللي رافضي، هذا جزء من النواب اجتهدوا اجتهاد قد يخطئ أو يصيب، بس الحين هذا الأمر أنا تكلمت عنه. عطني بالمقابل ما يخالف. خلني كم سياسية قابلة؟ ما خلني جاوبك. خلني جاوبك. لا أخوي أبو مهدي عارض الصوت الواحد، المرسوم الصوت الواحد، وهني يبي بتشريع بقانون. شلون هذا جاوب عليه ابو مهدي؟ بس انا اسالك عن القوى السياسيه. خلني اجاوبك. انا عن ناحيتي قابل في حكم المحكمه الدستوريه. جواك الله. قابل وراح انفذه. جواك الله. يعني راح تنزل الانتخابات الجايه بالصوت الواحد. انا مصرح من شهرين واكثر. جواك الله. والباقي القوى السياسيه على ايجابيه. القوى السياسيه تبقى هم بين شباب وشابات وسياسيين قدام ونواب، كل واحد له راي. البعض راح يحتكمون، البعض راح يقبل والبعض ما ادري شنو رايه. بس شو اللي يفرق؟ انت تتكلم عن مواطن عادي ومواطن بسيط هني تتكلم عن نواب الامه المفروض اكثر التزاما. بس لما تقول قوه سياسيه والحراك الشعبي، في منهم راح يقبل وفي منهم قد لا يقبل. بس عفوا بس هم خطيره مواطنين. محمد انا خطيره لما نحتكم في نقطة حتى الخمسه اللي اقترحوا ما رفضوا حكم المحكمه الدستوريه، هم مقترحين انه. انا عندي تعقيب شوي على دكتور. لا بخل قبل لا نرجع حق دكتور عبد الرزاق في موضوع اقتراح قانون اللي انت ما يحق لك انك تنزل الانتخابات اذا كان يدك مو موجود في الكويت من 1920. هذا انا بسمع رايكم فيه، يعني انا عارف راي الاخوان فيه. اي نعم. ها يدك موجود عداك العين. بس ما كمل. بالمختصر انا ضده. شوف الكويتي هو كويتي، لو ما شوف الكويتي اللي جاء امس واللي جاء قبل 200 سنه هو نفس الشيء، المفروض لا فرق. نعم. على الاطلاق زين. فانا ضده. وانت ابو مهدي شنو رايك؟ طبعا راح اجاوب واعقب على الدكتور عبد الرزاق. اول شيء انا ضد هذا القانون. بس انا قلت حق الدكتور عداك العيب كغشمر على اساس لا تنفهم ان انا مؤيد لهذا المقترح. انا ضده. لكن انا اضم صوتي الى صوت عبد اللطيف. انا ضد هذا المقترح بقانون ان ما يتم الترشيح الا من يكون مثلا اباء او اجداد من سكنوا الكويت قبل 1920. انا اعتقد خانهم حتى يعني الصياغه القانونيه. هو المفروض كانوا يستندون الى الماده الثانيه من قانون الانتخابات. الماده الثانيه من قانون الانتخابات من يترشح تشريع قانون مو تصريح. لا انا قصدي الماده الثانيه اللي تتعلق في الترشيح للانتخابات شروط شو يقول؟ ان يكون كويتيا بصفه اصليه. هذا قانون الانتخابات كان المفروض هذه الماده تؤخذ وتوضع في هذا الانتخاب بعيدا عن من سكن الكويت قبل 1920 واباءه واجداده. احنا اليوم لو بنرجع ل 1920 يمكن الواحد ينجح ب 50 صوت ويدخل الانتخابات، فبالتالي هذا لا يمكن العوده الى ثلاث. انت بس عشان نفهم، انت ضد المقترح؟ ضد. ما أرضى طبعا. اليوم عندنا الناس جنسوا قبل 30 سنة 40 سنة، بعضهم دكاترة. نعم مجلس مصبرة يقول ثلاثة أرباع المجلس برا. لا مجلس 2012 كلهم برا. إذا هذا ثلاثة أرباع ليش؟ خلني أرد على عبد الرزاق. العدساني أقول عدساني بعد 1920. لا لك عدساني هذا ضرب للوحدة الوطنية. إحنا من إحنا اللي جينا. خلني أرد على الدكتور عبد الرزاق. أول شيء أنا يعني لا تصنف النواب. صحيح أنا العدساني غشمرة أنت قلتها ولا من صدق؟ عشان أعرف العدساني من متى. أقول هذيك أوراق العدسانية مالت الوثائق معروفة هذه قبل 1920. أول شيء دكتور عبد الرزاق، أنا أعتقد يمكن غير جيد أن نصنف أعضاء مجلس الأمة مع جناح شيخ ناصر مع جناح فلان. لا إحنا واقع. الأسرة واقع.
لا لا مو واقع. الأسرة شيخ ناصر محمد كان رئيس حكومة، اليوم جابر مبارك رئيس حكومة، باكر يمكن واحد آخر يكون رئيس حكومة. إحنا الأسرة ننظر لها أسرة واحدة بقيادة صاحب السمو أمير بلاد. لحظة، لا في جناح ناصر محمد ولا في جناح كذا. أنت مع أي جناح أول شيء؟ أنت مع أي جناح؟ أنا مع جناح الطائر. جناح الطائر يعني ابو عبد اللطيف. الشيء الاخر، المجلس لا ينش ولا ينش. انا راح اقول لكم الايام تثبت. ها انت تقول المجلس لا ينش ولا يهش، ها ولا يستمر بعد. انا راح اقول لك هذا المجلس راح تشوف عنده انياب، وانياب قويه وتصدق مصدق، وراح تشوف الايام بيننا راح تثبت هذا الشيء. كتله شيعيه، كتله غير موجوده. نعم في تنسيق. يستمر المجلس هذا، هذا المجلس يستمر عند الله. لو تسأل، لو كنت سائل رياض مجلس 2012 يستمر، قال لك ما أدري عدو ولا ما استمر. تتوقع هذا يستمر أربع سنوات إن شاء الله؟ مثل ما راح أقابلك في الأولية أربع بشر ما تضمن. زين أي شيء مستحيل علم الغيب، يعني مستحيل مستحيل كل شيء بعلم الغيب مستحيل. هذا وجهة نظرك، إحنا نحترمها والأيام بيننا، وإن شاء الله راح نلتقي عند عبد الوهاب. نقعد هني بعد الحل، بعد الحل ونحلل. ليش نحلل المجلس؟ لا عارف مثل ما ليش لا اقول لك نحل ونمشي بس. واذا كمل الاربع سنوات نقعد هني عشان اقول لك اربع سنوات ونمشي، ولا تشوفني اصلا لانه ما مجلس. بالنسبه للدوار، انا ليش قدمت قانون؟ انا رايي من زمان اقول لكم واضح، حتى قبل الانتخابات، واحد اسباب هم نزول يعني ارقامي في الانتخابات اني انا كنت ضد المرسوم الواحد بالنسبه لهذا الصوت. انا اقول تعديل الدوائر الانتخابية حسب المادة 80، قضية القانون الانتخاب حسب مادة 81، هذا مسحق من صلب اختصاصات مجلس الأمة استثنائيا. قانون الدوائر 81، فبالتالي هذا صلب اختصاصات إيش؟ مجلس الأمة، وبالتالي يجب مجلس الأمة هو اللي يشرع لنفسه. حتى الخمس دوائر وأربع أصوات هذا كان مشروع حكومي، وهذا كان غلط، ولذلك احنا كنا ضده. لان الحكومه يابته مو المجلس الامه. بس ليش رشحت اذا انت ضده؟ اذا ما شفت الضروره من وجود هي ليش ما سويت نفسي احتكمت للمحكمه الدستوريه؟ ليش انت لما تكون ضد المرسوم، المجالس السابقه، السياسيين السابقين قاطعوا طلعوا مسيرات، ولا دشوا دخلوا الانتخابات وعارضوا تحت قبه البرلمان في مجلس 2003 70 مرسوم الشيخ جابر الاحمد جاب لنا، وافقنا على 10 مراسيم و60 مرسوم ألغيناه. إيش؟ برأي الأغلبية اللي كان تحت قبة البرلمان. ما قدرنا تحت قبة البرلمان مثل ما البعض سوى، يروح المحكمة الدستورية. هذه المعارضة الحقيقية. عندك أدوات دستورية، عندك عمل تحت قبة البرلمان، عندك محكمة دستورية تقدر تروح. أما الشارع، الشارع ما يلغي المرسوم، الشارع ما يلغي قانون، الشارع ما يخلق لك جو تحت قبة البرلمان. العزز السلام الاجتماعي، احتكامنا للقبة. بعدين الشيء الآخر، إحنا نبي نطبق الدستور، تطبيق الدستور من خلال خوض العملية الانتخابية. عندي أيضا محور مهم راح أبدي فيه مع أبو عبد اللطيف، لكن بعد ما أسمع رأيكم. بالنسبة حق المراسيم، إحنا نتكلم عن التعلق في الانتخابات، قاعد يحصر لبس اللي هو مرسوم المرأة اللي يقر في مرسوم ضرورة ورفض من المجلس. ما ألزم ترى المواطنين في التصويت. شو اللي صار؟ صار التصويت يقتصر على الرجال فقط. بعد ما أجرت الانتخابات ونجحوا أعضاء مجلس الأمة، عرض عليهم مرسوم الضرورة اللي هو تصويت المرأة، وتم رفضه وتشريعه في قانون يختلف عن هذا الشيء. أنا شو اللي سويت؟ مجلس 81، مجلس 81 قصته مو مرسوم ضرورة. لا مو مرسوم ضرورة، راح اشرح لك اياه، وضع مختلف. انا عارف، انا عايش الوقت، بس ولكن كان مرسوم كذلك. ما يخالف، ما خليني اكمل. ما كان قانون. ما قاطعتك ابو مهدي لو سمحت. المجلس الحالي اللي يقر في مرسوم ضرورة، شو اللي سويته؟ رجعت خطوة للوراء واحتكمت الى المحكمة الدستورية، قدم طعن. وشنو تصدر من حكم المحكمة الدستورية سوف التزم فيه. بس لنفترض نزلت الحين ورفضت المرسوم، نعم، ورجعت خمس دوائر وأربع أصوات، وتم حل المجلس بناء على الحكومة رفعت عدم التعاون، وتغيرت الخريطة الانتخابية من خمس دوائر وأربع أصوات، لأنها تم رفض الخمسة بواحد، إلى 50 دائرة وصوت، ويوم النواب أيضا معارضين انحل المجلس، قالوا 25 دائرة في مرسوم ضرورة وصوتين. يا قانون فرضا الضرائب، نزلت أسعار النفط من 106 دولارات إلى 20 دولار، بنقر الضرائب، المجلس عارض، انحل المجلس وقرروا في مرسوم ضرورة. ما تدار الأمور بهذه الطريقة. لذلك إذا أنا معارض شيء احتكم المحكمة الدستورية، بس ما أنزل وأرفض ماكو فايدة.
ولكن محكمة دستورية لا تستطيع أن تذهب إليها إلا بعد الانتخابات، وأنك تتضرر خلال 15 يوم من نتائج الانتخابات. قبل إجراء انتخابات وظهور النتائج ليس من حقك أنك تذهب محكمة دستورية. شو تسوي؟ ما تقدر تروح محكمة دستورية. محكمة دستورية متى تروح فيها؟ بعد يعني صدور الانتخاب، بعد صدور النتائج، ومن خلال 15 يوم تقدر تروح محكمة دستورية. قبلها ما تقدر تروح. لذلك لو مو مشاركين بالانتخابات وما في انتخابات ما تقدر تروح محكمة دستورية. فأنت أمام إجراءات دستورية، إجراءات واضحة الكل قام فيها. يا أدش انتخابات وتلغي المراسيم تحت قبة البرلمان، ما تقدر هذا الشيء. الانتخابات تكون قائمة، تروح محكمة دستورية. لا تبي تدخل الانتخابات وتبي تلغي المرسوم ولا بتبي تحتكم، ما يصير يا جماعة. خلينا نكون هذه الأدوات نستخدمها إلى أن تتجلى الآن. إذا كان مو دستوري ونزلت، معناته نزلت بشيء غير دستوري، غير قناعتك. دستوري أنت تقول أنا ماني مقتنع فيه، أنا وساهمت. أنا أقول هذا حق لصاحب السمو، استخدمه. أنا إذا عندي تحفظ على هذا الحق عندي أسلوبين أعارضه، يا أما في المحكمة الدستورية أو تحت قبة البرلمان. ما عارض الرغبة الأميرية من خلال الشارع، من خلال المسيرات، من خلال أني أقول ارحل، من خلال أقول لن نسمح لك. أنت ما قلت غير لن نسمح عن شخص قال الحين القضايا المرفوعة على بعض المغردين في النيابة العامة مو على كلمة لن نسمح لك، مو على أن تعرض للذات الأميرية. هالشيء غلط صح؟ مو على ما رفعت الحصان عن نواف الوزير، مو على هالامور. نفس الشيء كلامه اقوى. انا اقول لك ليش ما رفعته عن محمد هايف؟ ليش ما رفعته عن رفعت الحصان على الكل؟ مو شخصي انت، ما تكلم قضيه. انا قاعد اسالك الحين، ها؟ انا ما اقدر اجاوب عن غيري. انا مو بصدد الدفاع عن غيري. ما قلت ما رفعت، انا اعرف رايه. ليش ما رفعت الحصان عن نواف البزيح؟ منو؟ يعني مصيبه. قضيه نواف البزيح، اول شيء انا اقول لك شلون كيديه. هو رافع عليه النائب ولي الطباعي. لا عن أي موضوع؟ الأمير، الأمير. لا لا، الدولة رافع عليه. أنا أتكلم يوم قال سمو الأمير عسى الله يحفظه، وهو يقول ما أقصد الأمير الحالي، معنا قال عسى الله يحفظه، شارى لحياكم وشواركم بخشم الدينار. هذا كلامه. ليش أنت رفعت الحصان؟ أنا أشوفه كيدية. وين الكيدية؟ شو كيدية؟ أنا إذا محامي يقول هالكلام فمصيبة. إذا محامي وهو محامي يقول هالكلام ما ترفعوا الحصان عنه؟ لا، هي الكيدية مو إنه والله هي قبل الانتخابات وإنه هو عضو أو غير عضو. أنا الكيدية إنه الشخص محامي واقف ضد مجموعة من التوجهات اللي ضد النظام العام، ضد الانتخابات، ضد المرسوم، ضد العملية السياسية، واقف ضدهم في المحاكم، واقف ضدهم في خلال الصحافة، من خلال كتاباته، كيدية أنه يبون حيلونه إلى النيابة عشان يكون عبرة لغيره. باكر ما في محامي، باكر ما في كاتب، ما في أي سياسي يقدر يوقف ضد هذه المجموعة. هذه أكبر كيدية. إحنا لازم نعطيه القوة، نعطيه الباور، أن نقول الشعب الكويتي معك، وقف ضد من ينتهك الدستور، وقف ضد من ينتهك القانون، وقف ضد أي تيار يبي يستخدم الإرهاب الفكري، الإرهاب الديني، أي نوع من الإرهاب، أنه يوقفك أنك تقوم في دورك كمعارض، كتفنيد للطرف الآخر. هذا وجهة نظر. إذا هو الآن ضد الأغلبية، نعم، هو ضد الأغلبية. تيجي الحكومة ترفع عليه قضية، أن الدولة ترفع عليه قضية سحب الحصانة. وين الكيدية؟ وين الكيدية إذا الحكومة هي اللي رفع الحصانة؟ وين الكيدية؟ هذا الكيدية. بضيف على الدكتور. جت الدولة، الحكومة تدري متى قدمت؟ ما يخالف. الحكومة راحت قدمت ضده لما صاحوا على الحكومة أن شمعنا مسلم البراك سب ملك الأردن، وديتون نيامة بزيع، والله تكلم هالكلام وديتون نيامة. الحكومة قاعد تتعامل وقاعد تتصرف كردود أفعال على الكثير من القضايا. فلان والله قال هذا ما سويته، ارفع على قضية. فلان صرح وديتون نيامة، ثاني صرح ما وديتون نيامة، وديت نيامة، كلهم بالهوى سوا. هذا شغل الحكومة. لا بس نقطة نظام. احنا نقول الشخص واقف ضد مجموعة بقوه، فبالتالي لازم نحصنه ونوقف وياه بحيث لا يروح النيابه العامه. خليني اقول لك رجاء، بس اتفقوا انتم. انا اقول لك ليش، قول انا اقول لك ليش دكتور، ليش رفعت الحصانه؟ ليش؟ ليش خايف باكر تجي الحكومه وانا اتكلم لك عبد الله ترفع الحصانه؟ منو؟ تجي الحكومه ايه وتطلع الحصانه عنا على كلامك عبد الله.
ما تقدر حكومة ترفع عني حصانة. يقول نفس الشيء. قال أردن. أنا شنو قلت عن قلت عبد الله عشان ترفع عني شنو قلت أنا؟ أنت إيش قلت؟ قول قول قول. يلا قول. أنا ما تكلمت على الملك عبد الله ولا صرح ضد الملك عبد الله. أنت قول. أنا أقول لك من القاص القوين. أنت قريت؟ من تقصد؟ من أنا من أقصد؟ أنتوا أصل أنتوا في لما فسرتوا تصريحي أنا إنه ضد ملك عبد الله. هذا انتم شككتوا في الملك عبد الله انتم وجهتوا الشبهه واتهمتوه في اتهامات اللي موجوده انا اعطيك شيء اوضح شيء اوضح في نقطه ضروريه شيء اوضح انت ما ترى ان السعوديه اخذت من الكويت اراضي اخذت من الكويت اراضي اي اخذت لو واحد يا الان رفع عليك شكوى ان انت تقول السعوديه اخذت من الاراضي وفي ترسيم حدود انت تخاف باجيك اي واحد يشك عليك ورفع الحصانة ما رفع الحصانة بس هذا رأي سياسي هذا مستعد خلوا يرفعون عنه قضية هذا رأي سياسي هذا في اتفاقيات من اتفاقيات العقيدة غير للحين موضوع هذا القضية هذا المجلس نفس الشيء خلنا نختم هذا المحور عند أبو محمد لأن عندي محور مهم بيصب الموضوع نفسه بعيد عن المملكة العربية السعودية بتكلم بالنسبة حق الأخ الفاضل نواف الزعيم إيه أنت ذكرت خوش كلمة إن في ناس تطاولت على سمو الأمير وراحت القضية لكلمة لن نسمح لك بس أن هذه انت عدتها أكثر من مرة لا لا هالجزئية هذه لا هذه بالذات خلاص يعني لأن شرحتها مرتين ما يخالف أنت تقول كيدية فيها وين بيروح بيروح القضاء ايه ايه خلاص خلي يروح القضاء ليش ما رفعت الحصانة شكرا نائب هذا مثل الجزئية اللي ما قلتها في بعض ما يخالف لا الجزئية اللي ما قلتها اللي بقولها شنو الجزئية الجزئية اللي ما قلتها مو بيروح القضاء أنت تقول في جهة ضد نواف الفزع لها الجهة المعارضة إذا لا نقحم الأمير في كل قضية الأمير شنو علاقته على أساس إنه وهو بيحارب المعارضة يقحم الأمير في قضية ما له علاقة شكرا شكرا أبو محمد انتقل إلى محور انتقل إلى محور أخير في الحلقة الأخيرة من برنامج مواجهة وهو عند أبو عبد اللطيف اللي هو دعوة كتلة الأغلبية في اجتماعها الأخير في ديوانية السعدون أعلنت بأنها ستتجه إلى الإعلام العالمي لشرح قضيتها إلى المنظمات الدولية العالمية بين قوسين تدويل الحراك بشكل كامل مع أو ضد لا أكيد أنا ضد هذا بل حتى هي استشهدت بأنه والله في الشق الرياضي ذهب أحد للمنظمات الدولية أسأل بعد ما راح شو اللي صار أوقفت الرياضة الكويت إذن القضية ما هي مثال جيد لأن هذاك خطأ أبني عليه خطأ آخر الآن بقرأ لك على عجالة ثواني فتوى تقول لا يجوز شرعا للوطنيين الشرفاء الاستقواء بالأجنبي والاستعانة به في القضايا الداخلية فتلك خيانة عظمى في حق الله وحق الوطن من قايلها الإمام والشيخ يوسف القرضاوي بعض الأتباع اللي يؤمنوا طبعا وهذا حقهم بإمامة الشيخ يوسف القرضاوي اليوم هم يذهبوا للمنظمات الدولية هذه واحدة اثنين بذكر بحادثة الأهرام لما فقط الأهرام كتبت كلام سالب عن التجربة الديمقراطية ذهبوا بوكيل وزارة الإعلام إلى النيابة وقالوا أنه لا يجوز هذا الكلام بالصحافة الخارجية اليوم نقرأ بالصحافة الأجنبية ونسمع بالذهاب للمنظمات الدولية أنهم ذاهبين إلى هناك إنما أنا بسأل المجتمع الدولي اللي راح البعض يروح له هذا مرجعيته هي المنظومة العالمية لحقوق الإنسان أنا بسأل لو أحد ذهب له وسألوا من قبل المجتمع الدولي اللي رايحين له لو قال أحد حق المجموعة هذه اللي جايته هل بينكم من شارك في إصدار قانون يمنع تجنيس غير المسلم؟ شو يجاوبونه؟ لو قال هل بينكم من حارب حقوق المرأة وطالب ببقائها في البيت رغم أن الإعلان العالمي الحين بقرأ منه شو يقول عن المرأة وحقوقها؟ لو سأل اللي رايحين هل منكم من طالب بمنع بناء الكنائس أو هدمها؟ هل منكم من خاض انتخابات تميز بين الناس حسب أعراقهم؟ هل منكم من حرض وقرر بالشباب القر وبعثهم لمحاربة قوى المجتمع الدولي في العراق وفي أفغانستان اللي ساهمت بتحرير الكويت؟ هل فيكم أحد سوى هذا الأمر؟ هل منكم من يسمينا بأحفاد القردة والخنازير وانت جاي تلجأ لنا؟ الآن الإعلان العالمي لمبادئ حقوق الإنسان اللي البعض ذاهب له شو يقول؟ يقول الإعلان العالمي إن لكل في المادة 21 لكل شخص نفس الحق الذي لدى القير في تقلد الوظائف العامة هل هذا الأمر مقبول بالنسبة للنساء في منصب القضاء أو للمسيحيين في قضية أن يصبحوا نواب المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنزين المادة 4 تقول لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق
طبعا عندنا ناس ملجئيتها مو المجتمع المدني ولا ملجئيتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلما تذهب إلى هالمجتمعات هذه راح تسأل بهذا الأمر. كذلك المادة الأولى يولى جميع الناس أحرار متساويين في الكرامة والحقوق، احنا مثل ما قلنا الغير المسلم بالكويت لا يعطى نفس حق المسلم. المادة الثانية لكل إنسان أن يتمتع بكافة حقوقه، وأي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللقة أو الدين ودون تفريق بين الرجال والنساء، هذا المجتمع الدولي هذه مرجعيته، اللي رايحين له راح يقبلون من المجتمع الدولي أن يسائلهم اتجاه هذه الأم. يبقى ما يتبقى أنت شيء تشتكي عليه، مجتمع ديمقراطي حريات بها فائض، قضية رجال الأمن أنه والله يمنعوا ناس لا يطلعون بالليل بدون ترخيص في الأماكن السكنية وفي مظاهرات ومسيرات الأهلية، هذه موجودة بالعالم كله. فأنت لما تروح للمجتمع الدولي أولا لن تحقق ما تريد، إنما أنا أقول لك حسب فتوى الشيخ القرضاوي يعتبرها مو أنا، يعتبرها خيانة عظمى اتجاه الله واتجاه الوطن. طيب الناس اللي مرجعتهم يوسف القرضاوي الشيخ يوسف القرضاوي يعني عبد اللطيف ما يعني عبد اللطيف وياك انا ما تبيهم يطلعون مسيرات، ما تبيهم لا لا يطلعون مسيرات مرخصه، ما تبونهم يروحون اعلام عالمي، ما تبونهم لا لا اعوذ بالله شو تسوي؟ انا بعترض في الكلام، انا ضد الكلام، ايش اسوي؟ هذا سؤال هام جدا. اولا بالمجتمع الديمقراطي وللحفاظ على الامن والسلام الاجتماعي عاده الشعوب تمثل في نواب، كل حراكك تحت القبة. الآن من قرر أن يقاطع القبة هذا خرج عن اللعبة السياسية، هذه واحدة. اثنين، في كل العالم في كل العالم في حراك، مثل ما قلنا ساحة الإرادة موجودة، إنما حسب الأنظمة والضوابط وحسب المادة حتى 44 اللي تنص إذا تبي نقراها لك، للأفراد وللاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. عرفت شلون؟ إذن هذه القضايا بالكويت في إنجلترا وفي سويسرا وفي أمريكا وفي اليابان وكوريا منضبطة بها الضوابط. الآن إذا أنت بتخرج عن خارج اللعبة أنا أعتقد أنت المخطئ، وبالتالي لا يجوز لك الذهاب إلى المجتمعات الدولية، خاصة إذا كانت المرجعية اللي لدى القوة المجتمع الدولي أنت لا تقبل بها. برجع لك عبد اللطيف. أبو محمد، بالنسبة لي أنا احتكمت المحكمة الدستورية، لا يمكن ألجأ للمحكمة الدستورية وأقدم شكوى على الكويت ولا أقبلها. لواك الله. يعني صعب أنا أقدم شكوى على ديرتي، هذا لا يمكن أقبلها. هذا كلام طيب. خاصة لو بشتكي على ديرتي على مرسوم. احتكمنا المحكمة الدستورية. شنو تصدر من المحكمة الدستورية؟ نحترم. راح نحترمه. خوش كلام. ولكن أنا ودي شوية. بس الله على. ولكن لا تنقض هذا. لا لا ما لا. موضوع مختلف تماماً. بالنسبة حق لا بالنسبة حق الجزئية كنت بتكلم فيها قبل، المجلس الحالي ترى قرارات غير مدروسة، إسقاط القروض، جنس البدون، اتفاقية الأمنية، الحين اتفاقية الأمنية يفترض أن جلسة علنية هي راح تطبق على الشعب، ليش صارت جلسة سرية؟ ما استجواب رئيس الوزراء السابق كانت علني، المجلس المبطل كل شيء كان علني، المجلس الحالي ما تدري شو قاعد يدور. النقطة الثانية لما تقول إسقاط القروض راح يسحب البساط من تعتريلك، هذا قرارات عشوائية، تجنيس البدون هي تعتمد على نوعين، أنا ما أبي أظلم وطني أجنس شخص غير مستحق ولا أظلم واحد من بدون يكون أصوله كويتية وما أجنسه. طبق القانون ولكن بالطريقة هذه كأنه سلق بيض قاعد يصير له، لكن أرد على النقطة ضد سلق البيض. كلام سليم لا 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 أرد على النقطة بدون اللي استحق جلسة القروض ثلاثتنا احنا مع بعض على القروض ضد أني أشوه سمعة الكويت بالخارج، تدوير القضية 3-1 يعني أنا ضد تشويه سمعة الكويت بالخارج، يجب أن أحافظ على هذه الجوهرة. نفس المحور لو سمحت، نفس المحور التدويل. يعني أول شيء تدويل القضية أو التجاء إلى المنظمات الدولية منظمات حقوق الإنسان، أول سؤال يطرح نفسه من يقول هالمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ما قاعد تراقب الوضع بالكويت؟ هل إحنا بنعطيهم شيء جديد؟ سنويا ما هي هذه المنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدولية قاعد تطلع تقارير عن الوضع السياسي، عن وضع حقوق الإنسان، عن وضع العمالة الهامشية، وضع العمالة الأجنبية في الكويت، وقاعد يطلعون تقارير. فبالتالي أنت لما تروح ما راح تضيف لهم شيء، هم عارف عندهم مكاتب هنا، بالتالي بس فهم عندهم يعرفون هذا الشيء. الشيء الثاني متى تلتجأ؟ إذا عندك أحكام نهائية، أحكام نهائية ولم تطبق
زين، وفي تجاوزات صارخه بعد صدور احكام خلينا نقول دستوريه. هني انت تلتجا، انت ما عندك لا حكم، بالعكس انت متهم، انت عليك قضايا، انت عندك انتهاكات للدستور، عندك انتهاكات للقانون. نعم. وفوق هذا عينك قويه هم بتروح برا بتشتكي على ديرتك. هذا اول شيء. الشيء الثاني التزم، هذا من الاسئله اللي راح يوجه لك، انت التزمت بالقانون؟ يقول لك انت لما قدمت ترخيص للمسيره اعطوك، ثاني مره ليش ما قدمت؟ والله ما اعطوك، ما يخالف، قدم مره ثالثه رابعه، انت قاعد تخالف القانون وقاعد تطلع مسيره وما تبي يتعاملون معاك عشان انت برا. الشيء الاخر الحريات موجوده، الديمقراطيه النسبيه موجوده، من قال منعك تروح ساحه الاراده؟ احد منعك تسوي ندوه؟ احد منعك تسوي محاضره؟ احد منعك تطلع في اي فضائيه من الفضائيات تتكلم؟ وحقوق اهالي المناطق اللي انت تروح لها؟ احد منعك تتكلم بالصحف؟ كل هالاجراءات موجوده ومتاح لك وقاعد تمارسها، يعني مو انك ما تمارسها. الاتفاقيه الامنيه لم تعرض الى الان، فبالتالي لم تناقش الى الان في جلسه سريه. الجلسه السريه، الجلسه السريه اللي تم، لا الجلسه السريه انفلات الامني مو الاتفاق، انا ببين يعني مو كان زاهب وزير داخليه وقت. يعني لو زاهب كان صار السريه، كان الوزير مو زاهب. وبهدي انت تقول ان صارت سريه. ماشي ابو محمد بس بعد اذنك، انت قلت ان انت ضد الاتفاقيه الامنيه وصرحت. أنا أقول إذا أنا تصريحي كان واضح، إذا الاتفاقية الأمنية، إذا الاتفاقية الأمنية لم تختلف جذرياً عن الاتفاقية الأمنية السابقة. طلعت عليها ولا بعد؟ ما طلع، ما رسمياً ما طلعنا عليها، طلعنا على مسودة، مسودة غير رسمية. إذا كانت هالمسودة الرسمية نفسها الاتفاقية الأمنية، هذا نفس موقفي لم يتغير. سرية الجلسات قضية بالدستور، يعني ترى مو قضية خارج الدستور، الدستور أعطى الحكومة أن تطلع سرية. انا افرق الميزه ما بين المجلس المبطل والمجلس الحالي. ماشي ابو محمد خلنا اسمع راي الدكتور. دكتور انت مع الدستور ولا لا؟ دكتور عبد الرزاق من الاول. دكتور عبد الرزاق علنيه. ابو مهدي، ابو مهدي لو سمحت الان انتم في ثلاثه، يعني ثلاثتكم اتفقتوا على تبي بتكلم ترجمه؟ اترجم ان شاء الله. الحين انا عندي هاتريك، واحد اثنين ثلاثه، عندي هاتريك زين تصير اربعه. شوف أول شيء أنا كلامي بيكون فني مو سياسي. أول شيء بوجه عام، أي دولة عندها قمع ويزيد القمع تخاف من النقد الخارجي، هذا أول شيء. بدليل أقل. بدليل ما عندنا قمع الحمد لله. أبو مهدي كم مرة صرت عضو ورئيس حقوق الإنسان؟ وايد. نعم. كنت أنا أعمل مستشارين عندكم. صحيح. وعدينا أربع تقارير عن حقوق الإنسان بالكويت. صحيح. لدرجة أن سمو الأمير من الإسلام أحد التقارير، أحد تقارير الأمير سامنها. الشاهد شئنا أم أبينا القضية متداولة متداولة، والتدويل قائم قائم. هذا قلنا. ليش قائم قائم؟ يعني يقصد تطور التكنولوجيا والإعلام، يعني ما راح تقدر أنت تقم يعني تقمت شيء معين يعني في بلدك. مراقبة في تقارير سنوية قاعد تطلع. بس خليك كمل. شو تقول أمريكا؟ واشنطن تطالب الكويت بالالتزام بحرية التعبير. وايضا رد الخارجيه لا سجن لاي شخص في الخارجيه، لا سجن في اي شخص في الكويت الا مع تبوك. الكويت تاتي وتقول تدين فرنسا بمنع الحجاب، هذا شيء، هذا اسمه تدويل. نعم. بالتالي القضايا هي مداوله بدون اي نقاش اخر. طيب انا الان ديوان حربش ينطقون الناس يشتكون، رفض القضيه يشتكون على رفض القضيه ما يعبرونهم. فصل خلينا نكمل. مو غصب، انا ما عندي حق اتقاضى الان، ما عندي حق الان. عبيد الوسمي ينطق والرصيف ياخذ براءه ومالك شيء. بتشتكي على فريح الاحمد المغافر تمنعك بتسجيل القضيه، يلجا المحامين يرفع قضيه في المحاكم. انت الحين موقع الكويت على 23 اتفاقيه متحفظه فقط على 13 ماده. هذه الاتفاقيات تعقد مجالس سنوية، مثلا 18 يوم الاثنين 28/1 بيناقشون حقوق الطفل. الاتفاقية تنصني على انه لا يجوز ضرب طفل. الطفل طيب. الاطفال قصر بالباصات يضربون. اي بس ترى على فكرة هذا يفارق مع المرجعية الدولة الدينية اللي تعطي حق ضرب الطفل. المهم الان انت موقع الاتفاقية هذه كلها يوم الاثنين 28/1 بيناقشون حقوق الطفل،
وحقوق الانسان قدمت تقريرها عن الكويت. ماشي. انت كشيء في هناك يسمونها لجنه اجتماع يجتمعون جميع الامم المتحده المشاركين فيها في القضايا. ليش تخرج الاطفال؟ ليش تخرجهم يا اخي؟ تاتي مجتمعات مدنيه تاتي مهتمين بالامور حقوق الانسان ويقولون رايهم في الدوله. وزاره الشؤون كل سنه تروح جنيف 21 يوم على موضوع العمل ومن العمل الخدم ومن الخدم. صحيح. انت موقع الاتفاقيه، الاتفاقيه تعطي الحق لاي مؤسسه تبشر على المدني ان تشتكي على هذه الجهه. انت تمنعني اتقاضى واشتكي وتمنعني ايضا اذهب الى الخارج ليس لموضوع المرسوم. لا. انما دكتور انت خليته بالمطلق تمنعني لا اشتكي مو صحيح. انت قاعد تستعجل عبد اللطيف هذا كلام كبير. انا الكويت منع التقاضي ما خالف. انت تقول انت لا ما تبي الدول تتدخل في شؤونك الداخليه، انت لا تتدخل في شؤونهم الداخليه واستشهد مالت الحجاب. طيب منو اللي تدخل؟ المعروف التوجه السياسي اللي تدخل. ماشي. بس عفوا دكتور دكتور التقاضي مقبول بالدستور. راح اختم هذه الحلقه 30 ثانيه لكل ضيف، اللي كل واحد اللي بيقول اللي يبي بشكل عام. تبون تردون على الدكتور، تبون تتكلمون بشكل عام، لكم الحق. تفضل ابو مهدي. 30 ثانيه قليله يعني. احنا 45 ثانيه زين. احنا امام مرحله استثنائيه. نعم. وكثير من القضايا في المنطقة إقليميا قاعد تتغير سريعا. أنا أعتقد يجب أن نحصن نفسنا داخليا حتى لا تطالنا التغييرات سريعة، وهذا يكون من خلال حوار وطني، من خلال الحفاظ على الوحدة الوطنية. نحصن جبهتنا الداخلية، نبتعد عن الإثارات الطائفية والقبلية وما شابه ذلك، نصر في الحوار الوطني كيف ننقذ بلدنا من الوقوع كما وقعت فيها الدول الأخرى. في غياب هذا الشيء، إذا أنت ما اتفقت المجلس ما ينحل قبل الاتفاق، فبالتالي المجلس هذا ظل إن شاء الله 4 سنوات عشان أنا وياك نلتقي عند عبد الله. نعم شكرا أبو محمد. أنا قاعد أقول قبل أن تي فكرة تدوير القضية خارجيا، يفترض هي الإصلاح مسؤولية الكل، من رئيس وزراء، من حكومة بأكملها، من شعب، من نواب. يعني مو معقولة أشوف بعض النواب تلقى تضخم الحسابات، عندك التوظيف السياسي، رحلة على نفقة الحكومة اللي هي علاج الخارج. شوف بعض النواب يمارسون هذا الشيء، الحكومة هي تبي لهم هذا الشيء. فلذلك الإصلاح هي مسؤولية الكل. دائما أضرب المثال في دولة سنغافورة. سنغافورة كانت من أفسد الدول عالميا، انتقلت نقلة نوعية، كانت حتى الإسعاف المطافي ما يدشون البيت إلا برشوة. لذلك الإصلاح مسؤولية الكل. لا يمكن أنا أدول القضية وعندي أنا إخفاقات في الدولة يجب أن أصلحها من ثم أفكر. نعم. للتقدم للمستقبل. دكتور عبد الرزاق عسى الله يحفظ الكويت من كل مكروه. دكتور عبد الرزاق وعبد اللطيف يبي لا يعني هو راح ينسب لي كلام لازم يكون لي حق الرد عليه. اتفقوا يا جماعة، لازم واحد يختم أنا أمشي فيه. اتفقوا. طيب خير. لا خير، أنا أقول لك شيء. إحنا يمكن عبر الحلقات السابقة يمكن بهالمجال أشكر الوطن، أشكرك يا أخي عبد الوهاب، حاولنا وحرصنا على أن نخلق حالة حوار ضمن الداخل الكويتي، وحرصنا كل الحرص كذلك أن نظهر أن قضية الحوار لا يقوم على الشدة، بالعكس يمكن أي واحد لاحظ عبر الحلقات أن نخرج بود، وحتى بنهاية الحلقة نصور، ودائما هذه أعتقد الرسالة اللي نريد أن نرسلها للمجتمع. ما نريده أن نلتف حول الكويت ولا نختلف حولها. اليوم بالفعل ما المتغيرات في المنطقة سواء سياسية أمنية اقتصادية تحتاج منا إلى أن نتكاتف وأن تكون لنا مرجعية. وأنا ذكرت المفروض مرجعيتنا الدستور، مرجعيتنا المحكمة الدستورية، نحرص على هيبة الدولة، نحرص على سمعة بعضنا البعض، وعلى رأس الجميع سمعة أبي الجميع صاحب السمو. إذا قمنا بهذه الثوابت أنا أعتقد المركب الكويتي ذاهب إلى الأمان. إذا اختلفنا على ما لا يجوز الاختلاف فيه واستخدمنا وسائل منها اللجوء إلى الخارج وغيره، أنا أعتقد الكويت مستقبلها ما راح يكون مشرق. دكتور آخر كلمة بقولها أنت قرأ ديها مع دكتور سامي، كلمة عجبتني. تمام. أو أقرأ. نعم. هو يعني دكتور عبد الرزاق الشايجي يستشهد بمقالة للأستاذ سامي النصف: نرجو لا نشهد مجلس أمة جديد بأفكار قديمة تتضمن التأزيم والتسخين والمزيد والمزايدات الشعبوية ذات الكلفة المالية السابقة، فيضيع وقت المجلس والحكومة فيما لا ينفع الناس. تفاءلت بكم فلا تخيبوا الآمال بوفرة الجدل وقلة العمل. تمام. كلام زين. خلاص. كلام زين. خلاص. كلام زين. خاطرك أمشي.
هاتريك. نعم. كل الشكر لضيوفي داخل الاستوديو النائب صالح عاشور على تلبية الدعوة، وأيضا للنائب السابق رياض العدساني على تلبية هذه الدعوة، والشكر الكبير لضيوفنا اللي كانوا موجودين في كل حلقات برنامج المواجهة طوال 12 حلقة في هذا الموسم. وزير الإعلام الأسبق أستاذ سامي النصف، والخبير التجارة السياسي دكتور عبد الرزاق الشاجي، وللأمانة علاقتهم وطيدة جدا خارج البرنامج، وهما على علاقة جيدة، ودائما تنتهي الحلقات اللي يكون فيها عادة إثارة الابتسامة في نهاية البرنامج. عموما انتهى برنامج مواجهة في هذا الموسم، إن شاء الله نرجع في موسم جديد بعد شهرين أو أكثر.